حابب في البداية أعرفكم بنفسي، أنا محمود خيري وبكلمكم من خلال KNX Zone Certified KNX Training Center، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض يعني فترة تدريب تكون مثمرة بإذن الله ويكون فيها فايدة كبيرة ليكم إن شاء الله. يعني أنا عملت سكادول كده ظبطته بحيث إن احنا ناخد أقصى استفادة ممكنة من خلال التريننج اللي هنكون فيه مع بعض إن شاء الله. بالنسبة لي يعني في البداية عشان بس الناس ما تقلقش، أنا كل اللي احنا هنتكلم فيه هو بيتسجل، بيتعمل له ريكوردينج دلوقتي، بناء عليه هيبدأ نرفعه على طول إن شاء الله على الويب سايت عندنا وعلى القناة بتاعتنا على اليوتيوب. هنمشي بالشكل اللي أنا هقوله ده. أول حاجة النهاردة إن شاء الله اللي هو أول يوم هيبقى introduction، هنتعرف على KNX كبروتوكول. هنبدأ برضو ناخد جزء من الحاجات الثيوريتيكال اللي المفروض ناخدها عن KNX، حاجة اسمها arguments، وده جزء أصيل من الكورس بتاعنا. الكورس مقسمينه على 5 أيام، كل يوم هيكون فيه جزئين. الجزء بتاع النهاردة هيكون introduction مع arguments، وده بنبدأ من 7:30، وياريت بعد كده إن شاء الله اللي هيكمل معانا يبقى 7:30 بالظبط. يعني أنا هفتح إن شاء الله من 7:30 بحيث إن أنا ألحق أعمل أدمت لكل الناس اللي هي محتاجة تدخل معانا، بحيث إن إحنا ما نتعطلش ونبدأ 7:30 بالظبط، بحيث إن ما يحصلش تأخير زي النهاردة. إحنا تأخرنا تقريبا 10 دقايق على ما بدأنا، لأن في ناس كتير جدا دخلت متأخرين. بالنسبة للكورس بتاعنا هنبدأ introduction من النهاردة إن شاء الله من 7:30 لغاية 9، هيبقى مقدمة عن KNX. بعد كده إن شاء الله هيكون في بريك من 9 ل 9:15، ربع ساعة فاصل كده بحيث إن إحنا الناس تعمل ريفريش مش أكتر من كده، وبعد كده نبدأ في الأرجيومنت من 9:15 ل 10:30. فكل سيشن هتكون بالنسبة لنا 3 ساعات من 7:30 ل 10:30. طبعا السيشن مش هتبقى مجرد ان انا عمال اتكلم وماشي مع نفسي لوحدي، لا، هيبقى دايما هيكون انتوا مشاركين معايا، هيكون في كويزات في النص، هبدا اديك سؤال معين، وهيبقى في بالنسبه لنا رانكينج للناس اللي هتجاوب معانا. هيتم القصه دي من خلال حاجه اسمها كهوت هنفتحه مع بعض كمان شويه، بحيث ان انا كل فتره كده من الشرح هبدا اسال اسئله معينه وكلكم هتجاوبوا، واسرع حد هيجاوب واجابته هتكون صحيحه هنبدا نسجله معانا، بحيث ان احنا في نهايه التريننج خالص ان شاء الله هيكون في التوب 10 او التوب 20 سوري التوب 20 هيبقى ليهم زياره لشركات الاوتوميشن المهتمه بالكي ان اكس، واول واحد او الفيرست رانكينج ده الفيرست بليس في الرانكينج اللي هنعمله هياخد فري سيرتيفايد كورس، هياخد سيرتيفيكيشن من KNX اسوسيشن، مش مجرد من KNX زون من عندنا، لا، السيرتيفايد كورس هياخده معانا فور فري. فطبعا اللي هيركز معانا كويس واللي هيجاوب اسرع وهيجاوب اجابه صحيحه وهيكون المشاركه بتاعته بناءه اوتوماتيك هينضم لل 20 واحد اللي احنا هنعمل لهم خصم 50% من على السيرتيفايد كورس لو حابب ياخده، بالاضافه لانه هيزور معانا في اخر سيشن ان شاء الله اللي هي السيشن رقم 6 مجموعه شركات اوتوميشن ببراندات مختلفه، بحيث ان احنا نعرفكم KNX على ارض الواقع وتشوفوا الشركات اللي موجوده على ارض الواقع وتشوفوا البرودكت وتشوفوا شروم مختلفه لاكثر من براند خاص ب KNX. وطبعا اول واحد هياخد اعلى سكور هياخد الكورس كامل مجاني سيرتيفايد. طبعا الجميع اللي هيشارك معانا، احنا ان شاء الله كل الناس اللي هتشارك معانا في خلال التريننج احنا بيكون في الويب سايت بتاعنا هيكون عليه كورس كامل، خلينا برضه اوريه لكم. الكورس ده هيكون فور فري لو دخلنا على الويب سايت الخاص بKNXZone.com KNXZone.com هنلاقي فيه كورس اسمه KNX Preparatory كورس. ده كورس معمول للناس اللي هي لسه مبتدئه في مجال الكي ان اكس. الكورس بتاعنا لما تدخل على الفري كورس ده هيبقى بالنسبه لك ده كورس هيبقى فيه 10 ليكتشرز، كل اثنين هناخدهم في سيشن اللي هم الخمسه سيشن اللي هناخدهم مع بعض، وهيبقى فيه كويز على كل ليكتشر. وطبعا ده كورس المفروض مدته 15 ساعه بناء على اللي احنا هنشتغله مع بعض 3 في 5 مرات ب 15 ساعه. طبعا هتخش هنا هتلاقي كل حاجه احنا هنشرحها مع بعض، يعني الجدول ده اللي انا كاتبه هنا اللي هو الانترودكشن والارجيومنت اللي هو في اول تريننج، الديفايس توبولوجي في ثاني يوم، KNX RF انستليشن في ثالث يوم، اوفر فيو بلاننج في رابع يوم، اخر يوم كوميشن ودايجنوز. كل الشباتر دي كلها هتبقى موجوده هنا، كل شابتر موجود بالداتا بتاعته بالتست بتاعه. طبعا هو هتعمل ريجستر عادي جدا فور فري، وهتبدا تدخل تعمل تيك ذا كورس. انت مجرد ما تعمل تيك ذا كورس هتبدا يقول لك اعمل ريجستر لو انت مالكش اكونت على الويب سايت عندنا، مجرد ما تكريت اكونت وتساين ان وتعمل تيك ذا كورس هيبقى ده جوه الاكونت بتاعك، وهيبدا
يظهر لك المحتويات بتاعة الكورس. احنا مع كل يوم، انا برضو مش حابب ان احنا احط داتا على طول كده دايركت، احنا هنخلي الداتا دايما اللي احنا هنشتغله مع بعض. يعني احنا النهارده هنشتغل في الانترودكشن والارجيومنت، وهيكون متسجل الكلام ده فيديو، فانا هاخد لكم الفيديو في نهايه السيشن ان شاء الله، ونروح نحطه جوه الانترودكشن والارجيومنت اللي موجوده هنا دي. والتيست كده كده موجود، يعني انت لو عملت ساين ان دلوقتي او عملت ريجستر هتلاقي التيست موجود، وتقدر تحل الامتحان بتاعك. بس طبعا بنفضل ان انت ما تحلش التيست ده الا لما تشوف الفيديو وتراجع اكتر من مره، علشان بالنسبه لنا في نهايه الكورس خالص انت هيجي لك سكور هنا. السكور ده احنا بيكون عندنا في الداتابيز، فنشوف اعلى سكور موجود هيكون ده بالنسبه لنا اللي هو هيبقى اعلى واحد عندنا في الكورس، واعلى واحد في المشاركه خلال الويبينارات هو ده اللي هياخد الفري سيرتيفايد كورس. طبعا الحاجات دي انا عاملها معاكم يعني حاجات تحفيزيه عشان تركزوا معانا، يعني اللي مش حابب ياخد اي حاجه من الحاجات دي ولا هتفرق خالص، بس احنا انا حابب ان انا اعمل لكم حاجات تحفيزيه علشان بس تبقوا مركزين معانا. واللي حابب ياخد معانا او هيركز معانا او هيكون متفاعل معانا وهيبدا يجيب اعلى سكور، ده معناه ان احنا نجحنا في ان احنا نوصل الكورس للناس او نوصل المعلومات للناس بصوره متميزه، وفي نفس الوقت هيستفيد ان هو ياخد كورس كامل سيرتيفايد مجاني بعيدا عن الكورس الفري اللي احنا عاملينه على الويب سايت. طبعا لما هتخلص الكورس بتاعك في النهايه هنا هو اوتوماتيك هتلاقي السيرتيفيكيت بتاعتك، احنا عاملين هتباص من 60%، لو جبت اعلى من 60% اوتوماتيك هتلاقي في الاكونت بتاعك بعد ما تعمل ريجستر وتباص الاكزام هتلاقي اوتوماتيك السيرتيفيكيت بتاعتك موجوده من عندنا من كي ان اكس زون، وهتلاقي اسمك موجود وهتلاقي التاريخ، والسكور بتاعك مش هينكتب لكن هينكتب ان انت باص او فيلير بناء على ان انت تعدي السكور المطلوب اللي هو 60%. طبعا الكورس ده لو انت كملته معانا للاخر ودخلت الاكزام وحليت فيه وعديت 60%، انا كده ابقى اطمنت ان انت اخدت نو هاو كويسه جدا، واضمن لك ان انت بقى عندك بيزك حلوه جدا جدا في مجال الكي ان اكس تقدر تبني عليها فيما بعد. طبعا الناس اللي هتخش هنا تعمل ريجستر، طبعا لازم تعمل ريجستر بالاكونت بتاعك اللي انت عملت بيه ساين ان في الويبينارات بتاعتنا. احنا بعتنا لكم على الايميلات اللينك بتاع زوم علشان تقدر تدخل معانا وتشتغل معانا في التريننج. الايميل اللي احنا بنرسلك من خلاله هو ده اللي هتعمل اكاونت بيه على الويب سايت بتاعنا، لان هو ده اللي احنا هنبدا نحسب منه مين اعلى رانكينج ومين شارك معانا ومين ما شاركش. اي ايميل بره الداتابيز اللي عندنا اللي احنا ما بعتنالوش قبل كده من على الميل بتاعه ده هيبقى هيتم استبعاده من الرانكينج خالص. طيب ده بالنسبه للكورس اللي احنا هنشتغله مع بعض. ونرجع تاني نكمل، احنا كده مقسمين الكورس لخمس ايام. طبعا انا في حد من زمايلكم دلوقتي اعترض قال احنا عندنا امتحانات، هنبدا نشفت المواعيد دي في نهايه السيشن بتاعه النهارده، هنفتح المايك لاكثر من حد ونبدا نشوف ايه المواعيد المناسبه لكل الجامعات، ونبدا نعدل المواعيد دي بما يتناسب مع الجميع بحيث ان احنا نقدر ناخد الكورس بالكامل مع بعض. طبعا هم 3 ساعات كل يوم زي ما اتفقنا، وهيكون في كويز واحنا شغالين مع بعض، فحاولوا تركزوا معانا. طيب احنا برضو مين كي ان اكس زون اللي هتدينا الكورس عشان نبقى احنا عارفين؟ برضو كي ان اكس زون زي ما قلت لكم احنا سيرتيفايد كي ان اكس تريننج سنتر، وده الويب سايت الخاص بينا. ويمكن لو دخلت على الكي ان اكس اسوسيشن وحاولت تشوف، يعني احنا يمكن مصنفين رقم 5 في الرانكينج الخاص بكي ان اكس اسوسيشن على مستوى العالم. لو دخلت على الويب سايت الخاص بKNX Association هتلاقي ان احنا رقم ادا 1 2 3 4، رقم 5 هي KNX Zone، ده رقم 5 كتصنيف على مستوى العالم طبقا للرانكينج الخاص بKNX Association اللي عاملاه. ولو جينا نشوف في مصر مثلا، ده انا بتكلم هنا على مستوى العالم من اصل حوالي اكتر من 67,000 بارتنر. لو جينا نشوف على مستوى مصر هنلاقي ان احنا رقم 1 في مصر، رقم 1 كي ان اكس زون. بعد كده فلذلك احنا النقطة التانية اللي هديها لكم ان احنا مش بس هتاخد سيرتيفيكيت من الويب سايت كسيرتيفيكيت من كي ان اكس زون من خلال الاكزام اللي هتدخله او من خلال البريبراتوري كورس اللي هتاخده من هنا، لا كمان احنا هنديلك هنسمح لك ان انت تدخل على الكي ان اكس اسوسيشن وتكريت اكونت، ومن خلاله هتبدا تدور على كورس
خاص بينا مسمينه KNX Preparatory كورس. ده موجود على KNX Association وهيبقى موجود جوه الاكونت بتاع KNX الخاص بيك الموجود على KNX Association. فبالتالي انت لو جيت هنا على Get Certified KNX كورس وليكن في وعملت اونلاين اونلاين اونلي، ده كورس اونلاين ده بنقدمه من خلال الاسوسيشن نفسها وده سيرتيفاي، هتلاقي KNX Zone موجود والكورس بتاعنا بيرمننت هتلاقيه موجود دايما باستمرار هناك. هتعمل سبسكرايب للكورس ده على KNX Association وهيبقى جوه الاكونت بتاعك ان انت اخدت كورس بريبراتوري KNX كورس. ويمكن ده كورس جديد لسه KNX Association عاملاه قريب من حوالي شهر، والكورس ده هتاخده فور فري معانا بمجرد ما تعمل سبسكرايب وتكمل الـ 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 الامتحان بتاعك اللي موجود على الويب سايت بتاعنا وتباص هنا. لو رحت اوتوماتيك عملت هنا سبسكرايب ولقينا ان انت في الداتابيز عندنا ان انت باص في الـ في الـ في الـ على الويب سايت عندنا، اوتوماتيك هنعمل لك اكسبت هنا على KNX Association وهيبقى جوه الاكونت بتاعك بتاع KNX ان انت اخدت كورس بريبراتوري وتقدر تبني عليه فيما بعد بقيه الكورسات اللي KNX Association بتديه من خلال السيرتيفايد KNX ترينينجز. طيب ده كده احنا هنعمل ايه مع بعض؟ نبدا بقى نشتغل. اول حاجه هنبدا بالانترودكشن النهارده. خلينا نبدا الانترودكشن. يمكن انا مقسم لكم الداتا بفولدرات من دي 1 2 3 4 5 وبعد كده شويه اكسترا داتا. كل الداتا اللي احنا بنشتغل عليها هتبقى مسجله وهنرفعها على الويب سايت الخاص بالكورس اللي هو هيبقى من خلال كورس بريباراتوري KNX كورس الموجود على الويب سايت عندنا. هيترفع بعد ما نخلص السيشن بعدها بيوم او يومين، هتلاقي اوتوماتيك الداتا بتاعتك موجوده جوه البارتيشن او جوه الشابتر اللي احنا هنشتغل عليه. شابتر انترودكشن هتلاقي جوه الفيديو بتاعه، شابتر ارجيومنت هتلاقي جوه الفيديو بتاعه، وبعد كده تبدا تخش على التست بتاع كل شابتر منفصل. طيب خلينا نبدا الانترودكشن. يعني انا حابب بس في الانترودكشن دي يعني ابدا لكم يعني ايه سمارت هوم من البدايه، ايه الفانكشنز المختلفه اللي بناخدها منه علشان لما نبدا في KNX نبقى احنا فاهمين هو ايه KNX. فحابب ان انا في البدايه اعرفكم يعني ايه سمارت هوم، يعني ايه اوتوميشن، يعني ايه سمارت بيلدينج، ايه الفانكشنز المختلفه اللي بناخدها منه بحيث ان احنا يبقى معانا مقدمه كويسه نقدر نبني بيها على KNX. احنا اعتقد وصلنا كام دلوقتي؟ 123 حد. طيب كويس جدا، نبدا. اول حاجه لو بنتكلم على سمارت هوم هنتكلم على شويه فانكشنز مختلفه او هنتكلم على سوليوشنز مختلفه خاصه بالسمارت هوم، سمارت بيلدينج، سمارت هوتل. يمكن دول ثلاثه كاتيجوري المختلفين اللي موجودين في السوق. هتلاقي في ناس بتشتغل ريزيدنشال، بتشتغل كوميرشال، ناس بتشتغل هوسبيتاليتي او بتشتغل في المجموعه كلها، بحيث ان احنا بنقسم الثلاثه كاتيجوري دول علشان اي حد يبقى انت بالنسبه لك الفيلل او الشقق دي ضمن كاتيجوري اسمه ريزيدنشال، وبالنسبه لك المباني الاداريه في نطاق الكوميرشال، وبالنسبه لك الفنادق والمستشفيات وخلافه ده من ضمن الكاتيجوري اللي هو هوسبيتاليتي. طيب هي ايه السوليوشنز اللي بنقدمها من خلال سمارت هوم؟ يعني انا هبدا اكلمك ايه السوليوشنز اللي بتتم من خلال ريزيدنشال، وايه السوليوشنز اللي بتتم في الكوميرشال بيلدينج، وايه السوليوشنز اللي بتتم في الهوسبيتاليتي. وبعد كده لما نعرف السوليوشنز دي نبدا نشتغل على البروتوكول الخاص ب KNX. طيب السوليوشن اللي بتتم من خلال السمارت هوم علشان نبقى عارفين، اول حاجه او اول فانكشن بناخدها دايما هي اللايتنج. اللايتنج كنترول بالنسبه لنا يمكن حاجه اساسيه جدا، اغلب الناس بتشتغل عليها لما تحب تشتغل كاوتوميشن او KNX دايما بيفكر اول حاجه بيفكر فيها هي اللايتنج. اللايتنج مش بس مجرد اون اوف، لا كمان اقدر اعمل ديمينج، يعني اعدل في نسبه البرايتنس بتاعتي سواء ديمينج اب او ديمينج داون من خلال ابلكيشن او من خلال كيباد او من خلال اي وسيله كنترول. البرايتنس بتاعك زي ما انتم شايفين كده، انا بقدر من خلال المؤشر ده ابدا اعلي الاضاءه او اوطي الاضاءه بالنسبه اللي انتم شايفينها. طبعا مش بس كمان بتعدل في مستوى الاضاءه، بقدر كمان اغير في لون الاضاءه سواء كان لون هادي، لون كول، لون وورم، لون ايا كان اللون اللي انت محتاج ان انت تشتغل عليه بتبدا تعمل له سيلكشن. بتبدا تحافظ على شده الاضاءه باوبشنز مختلفه، ان انا ممكن اثبت نسبه اللكس في مكان معين، وليكن انا محتاج ان انا شده الاضاءه في المكتب بتاعي ما تقلش عن 300 لكس، فبالتالي وفي شمس داخله، فطالما الشمس داخله ومحقق لي اللكس فما فيش مانع ان السيستم يقفل الاضاءه اوتوماتيك بحيث ان هو يعمل باور سيفنج وفي نفس الوقت محقق لي فكره الكونستنت لايتنج او نسبه الاضاءه اللي انا محتاجها.
طبعا ده اوبشن. الاوبشن التاني انا اقدر ادخل الاضاءه من خلال سيناريوهات في اوقات معينه، الاضاءه شغاله بلون معين، فتره الصبحيه في الظهريه بلون تاني، بالليل بلون تالت، بنسبه ديمنج معينه، ممكن الصبح بنسبه 70%، الظهر بنسبه 80 90، ممكن بالليل لا بنسبه 100%، فاقدر اعمل سيناريوهات وتتم اوتوماتيك وانت شغال على مدار اليوم بدون تدخل منك. طبعا حاجات زي السلالم والممرات بتبدا تحط سنسورز مختلفه، بحيث ان انت وانت نازل من السلم فسنسور بيشوفك يبدا ينور لك الاضاءه بتاعتك درجه بدرجه، خلصت السلم يطفي اوتوماتيك، وده نوع من انواع الباور سيفنج، وفي نفس الوقت في سيفتي ان حد داخل على السلم والسلم ضلمه، فاوتوماتيك يبدا السنسور يحس بيه وينور له الاضاءه. يعني انا بحاول ان انا افتح لكم في اوبشنز مختلفه لاستخدامات الاضاءه، عشان يعني نفكر حوالين الحاجات العامه الخاصه بالاضاءه، ما يبقاش هي فكره اون اوف وخلاص، لا يبقى داخل معايا في شده اضاءه، داخل معايا في ديمينج، داخل معايا في حركه، داخل معايا في سيناريوهات، داخل معايا، فنحاول ان احنا ناخد حواليها شويه اوبشن. طبعا هنتكلم على الحاجات دي بتفاصيل شويه قدام مع البروتوكول الخاص مع كين اكس ان شاء الله في البرمجه او في الانستليشن. الكيرتنز او البلايندز يمكن دي من الفانكشنز المختلفه او غير الاضاءه، ان انا اتحكم في الستاير سواء كانت داخليه او خارجيه وبنسب معينه، واقدر اوقفها في اي وقت، ان انا اقدر افتح الستاره اقول له اوبن، وفي نسبه معينه ممكن اقول له افتح بنسبه 60%، بنسبه 70%، افتح بنسبه 100%، اقفل، وهكذا. طبعا بنقدر نكاريت او نشتغل على الكلايمت كنترول، سواء كان التكييفات، سواء كانت اف سي يو، سواء كانت في ار في، سواء كانت سبليت اللي هي التكييفات العاديه، او ايا كان نوع التكييف. احنا عندنا جيت ويز مختلفه نقدر نكنترول بيها اغلب انواع التكييفات اللي موجوده ايا كان نوعها. مش بس التكييفات، كمان الفلور هيتنج لو انت عندك نظام تدفئه في المكان فبرضه نقدر نعمل عليه كنترول. عندنا الموبايل ابلكيشن بتقدر من خلاله ان انت كنترول كل اللي فات ده، سواء كان اضاءه او اير كونديشن. بنبدا يكون عندنا من خلال كبادات معينه بتكون راكبه في جدران، على جدران مختلفه، في منها التاتش، في منها الباتونز، في منها المرايه، في منها في اوبشنز مختلفه كتير جدا تقدر بيها ان انت تكاريت سيناريو. السيناريو ده معناه ان انت عايز فانكشن معينه، انا عندي وليكن مثلا سيناريو اسمه دايننج مود، دايننج مود ده انا محتاج جواه يكون الاضاءه شغاله بنسبه 70%، الستاير فاتحه بنسبه 50%، التلفزيون شغال على القناه الفلانيه بفوليوم معين، التكييف شغال على درجه حراره وليكن 22 23، فده سيناريو متكامل، فمش شرط ان انا اعمله فانكشن كل فانكشن لوحدها، لا انا مجرد ما اضغط على الدايننج مود اوتوماتيك يجي السيناريو بالنسبه لي شغال دايركت. هيكون عندي مود تاني وليكن بارتي مود مثلا، تي في مود، نايت مود، رومانتيك مود، اواي مود، وهكذا، دي كلها مودز مختلفه بمجرد ضغطتك عليها يبدا السيناريو يشتغل دايركت. طيب انا شايف في ناس بتكتب في التكست، انا للاسف مش هبص على التكست خالص دلوقتي لغايه اما اخلص، يعني انا بعد جزء معين بقف ونشوف لو في حد له استفسارات او في تعليقات نبدا نرد عليه. طيب بعد كده عندنا سيفتي وسكيورتي، وده جزء اصيل من الاوتوميشن، ان انا اقدر امن المنشاه بتاعتي سواء بكاميرات مراقبه او اجهزه انذار ضد السرقه او ضد الحريق وخلافه، وده بيكون من خلال سنسورز مختلفه، سموك ديتكشن، جاز ديتكشن وخلافه، انترودر الارم، كل دي فانكشنز مختلفه، او سكيورتي كاميرا، دي كلها فانكشنز بنقدر ندخلها ضمن المنظومه بتاعتنا. طبعا السين مش شرط ان انت تروح تضغط عليه بنفسك، لا احنا ممكن نعمل سين سيميوليشن، او ان انا اعمل تايم سكادول، ان انا كل يوم الصبح الساعه 5 انا بصحى 5، فخلاص يبقى الساعه 5 الصبح في سيناريو اسمه الويك اب سيناريو، الويك اب سيناريو اوتوماتيك هيتنفس فيه ان انا الاضاءات الخارجيه هتطفي، اضاءه داخليه هاديه معينه هتنور، في شطر هتفتح، في تكييف هيقفل، في كيتشن ماشين، في كوفي ماشين هتعمل قهوه، في سيناريو معين هيتم اوتوماتيك الساعه 5 في فترة زمنية تانية وليكن قبل ما انام هنام الساعة 12 بالليل، فيبقى في مود اسمه سليبنج مود اوتوماتيك بيتاكتف ويبدأ يقفل اضاءات خارجية، ينور اضاءات معينة، يقفل ستاير، يشغل تكييف، يفتح تلفزيون على قناة معينة، سيناريو متكامل هيتم في الوقت اللي احنا محددينه مسبقا، وده من خلال حاجة اسمها اوتوماتيك كنترول. يمكن الفويس كنترول ده جزء برضو من فكرة الاوتوميشن او الفانكشنز الاساسية اللي احنا بنشتغل عليها. فويس كنترول بيتم من خلال جوجل هوم، من خلال أليكسا، من خلال سيري، فبتبدا تدي اوردرز من خلال الفويس وتقول له أليكسا تيرن اون لايتس، أليكسا تيرن اوف اير كونديشن، أليكسا، وهكذا، تبدا تتكلم مع أليكسا او جوجل هوم او سيري وتبدا تحدد او تنفذ الفانكشن اللي انت محتاجها.
طبعا انت مش شرط تعمل البيت بتاعك كله اوتوميشن، ممكن اجزاء منه بناء عليها نقدر نسميه ان ده سمارت هوم، ممكن لايتنج واير كونديشن وشيدنج يبقى ده جزء، جزء تاني لا انا ممكن ازود عليها ميوزك وتي في وسمارت لوك، في اوبشن تاني ازود عليها هوم سينما، اريجيشن كنترول، جراج كنترول، الحاجات دي كلها فانكشنز مختلفه بحيث ان انا اعلى بالسمارت هوم او السمارت بيلدينج بوجه عام، ان انا ممكن اديله فانكشنز رئيسيه ويبقى من ضمن ويتقال عليه سمارت بيلدينج، او ممكن اعلى بالفانكشنز زي ما انا محتاج. فمش شرط ان انا اعمل كنترول على كل حاجه في المكان عشان اسميه سمارت بيلدينج، لا انا ممكن باجزاء مختلفه من البيلدينج ابدا اعملها وبعد كده اقدر اكمل فيما بعد. الشقق نفس الفكره والمباني الاداريه بنفس الفكره. يمكن دي اجزاء مختلفه من المبنى او من البيوت السكنيه ليفنج روم، فايه الفانكشنز المختلفه اللي احنا ممكن ناخدها من القصه دي؟ احنا ممكن في الليفنج روم مثلا هتكنترول اضاءه، هتكنترول اي سي، هتكنترول شيدنج، هتكنترول فلور هيتنج، هتكنترول سمارت لوك، في ميوزك سيستم، في تي في، في انتركم، فدي فانكشنز مختلفه ممكن تدخلها جوه الليفنج روم بحيث ان انت تقدر تاخد الفانكشنز مختلفه ويبقى في تنوع لفكره السمارت هوم جوه المكان. طبعا لو رحنا اماكن تانية زي الكيتشن هي نفس الفكره قريبه منها، لكن بيبقى في اوبشنز اضافيه شويه، ان انا ده كيتشن فيبقى في جاز ليكج سنسور عشان يحس بتسرب الغاز وبناء عليه يبدا ياخد اكشن معينه ويقفل محبس الغاز، يبقى في سموك ديتكشن عشان لو في حريق او دخان، هيبقى في لايتنج، اللايتنج كده كده موجود في الاماكن التانية، في فنتليشن كنترول عشان لو في حصل دخان او حاجه يفتح اوتوماتيك الشفاط عشان يخرج الدخان، في اقدر اتحكم في بعض الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده سواء كان فرن او كيتشن ماشين او كوفي ماشين وخلافه. يعني انا بوريكم نماذج مختلفه لاوض مختلفه بحيث ان احنا يعني نحس شويه بالاوتوميشن ونعرف ايه اللي بيتم داخل الاوض المختلفه. حاجه زي الدايننج روم ممكن نعمل ميوزك كنترول، شيدنج، اي سي، لايتنج، فبتبدا دي فانكشنز مختلفه المكان زي ده. هنا ممكن ازود امرجنسي باتون، ممكن اعمل كنترول على التلفزيون بالاضافه للحاجات اللي اتكلمنا فيها كاضاءه وستائر وتكييفات وخلافه. انا مش حابب ان انا اطول في الانترودكشن، يعني هحاول اتجاوزها بسرعه علشان نبدا ندخل في الكور بتاع الكورس بتاعنا اللي هو الكي ان اكس، لكن انا شايف ان دي مقدمه طبيعيه لازم ابدا بيها، خاصه لو حد ما يعرفش يعني ايه هوم اوتوميشن او ما يعرفش يعني ايه سمارت هوم. حمامات بنعمل عليها كنترول، بنعمل كنترول على اللايتنج، بنعمل كنترول على الشيدنج، ممكن يتحط هنا المايه كمان نقدر نعمل عليها كنترول بحيث ان انا اختار مود معين اسمه باس مثلا، باس ده لما بضغط عليه بيفتح المايه في الستاره، بيشغل اضاءه معينه، ممكن يشغل ميوزك كمان وهكذا. الجراج انا ممكن داخل بالعربيه ففي سنسور معين شافني فيبدا يفتح الباب بحيث ان انا اقدر ادخل الجراج والباب يفتح اوتوماتيك، بعد ما ادخل الاضاءه بتنور وبعد ما اخرج يطفي اضاءه ويقفل الجراج اوتوماتيك بعديه، فدي اوبشنز مختلفه بناخدها من الجراج كنترول. هوم سينما هنا بضغطه زرار واحده سواء كان على ابلكيشن او سواء كان على كيباد راكبه على جدار، بمجرد ما تفعل المود الخاص بسينما تقول سينما مود مثلا، فسينما مود اوتوماتيك هيهدي الاضاءه وليكن مخلي الاضاءه بنسبه 40% 30%، ينزل بروجيكتور او يفتح شاشه، يفتح ستاره موجوده على شاشه، يبدا يشغل تكييف، يبدا يعلي الصوت، يبدا يختار قناه معينه، يبدا يقفل الستاره الخلفيه، يبدا يعمل لك مود اللي انت محتاجه علشان تبدا تتفرج على موفي معينه جوه الهوم سينما. عندك في لو في جاردن في اريجيشن كنترول بيس الزرع اوتوماتيك، يعني انا بالنسبه لي بيس زرع وليكن سبت واثنين واربع من خمسه لخمسه وربع، فخلاص سبت واثنين واربع من خمسه لخمسه وربع رشاشات الماء بتفتح وتبدا تسقي الزرع وتقفل بعد تايم معين. سمارت لوك بيركب على الابواب بحيث ان انت تامن الباب الدخول سواء كان باب الشقه او فيلا او ايا كان، وبيكون بتاكسس من خلال بصمه، من خلال كارت، من خلال موبايل ابلكيشن، من خلال باسورد، من خلال اوبشنز مختلفه. طبعا بيجي لك نوتيفيكيشن اي حد دخل عندك المكان، فبيجي لك الارم يقول لك ان في حد دخل، وفي داتا لوج فيها اليوزرز اللي دخلوا، يوزر فلان الفلاني دخل من الساعه كذا للساعه كذا. فدي كلها كل اللي فات دي كلها عباره عن فاليو معينه او فاليوز مختلفه خدناها من سمارت هوم، منها كونفينينس، منها جرين، منها هيلث، منها كومفورت، منها سيفتي وسكيورتي، فدي كلها فاليو خدناها من الهوم اوتوميشن او من السمارت بيلدينج او من سمارت هوم، فمش معناها رفاهيه بس لكن فيها نوع من انواع الباور سيمينج، فيها نوع من انواع فكره الكشف عن الغازات زي او الدخان او الحريق وخلافه، ده نوع من انواع السكيورتي او السيفتي، فكره الراحه او الرفاهيه يمكن ده جزء من الاجزاء
او الفانكشنز المختلفه اللي بناخدها من الاوتوميشن، لكن هي مش كلها رفاهيه بس، لكن فيها سيفتي وسكيورتي وفيها هيلث وفيها باور سيفنج وخلافه. نقدر نقول ان ده لايف ستايل فعلا، يمكن العنوان ده دقيق جدا، هو ده لايف ستايل للسمارت بيلدينج. طبعا الجزء اللي فات ده انا بتكلم على سمارت هوم، فالسمارت هوم ده بيبقى ابليكابل للشقق السكنيه من النوعيه دي او فيلل بنفس الشكل اللي انتم شايفينه. هنيجي في الجزء الثاني او الكاتيجوري الثاني اللي هو الكوميرشال بيلدينج. اللي فات ده كان ريزيدنشال بروجكت او ريزيدنشال سمارت هوم، فبالتالي كان ريليتد بالهوم ريزيدنشال، لكن هنا هنتكلم على البيلدينج سواء كان بقى مبنى شركه او ايا كان مبنى اداري ايا كان نوعه، فده بنخليه بنسميه كوميرشال بروجكت، وده بنعنونه بسمارت بيلدينج. يمكن الفاليو اللي هناخدها منه بتبقى رايحه ناحيه اتجاهات ثانيه شويه، بيبقى رايح ناحيه الباور سيفنج ده في المقام الاول، رايحه ناحيه الاوبريشن افشنسي، ان انا بقدر امانج المبنى بتاعي بسهوله وببساطه من خلال وسيله كنترول واحده او من خلال بي سي او من خلال موبايل ابلكيشن او من خلال تايم سكادول لوحده المبنى يبقى شغال. انا عارف ان المبنى ده بيشتغل من الحد للخميس من الساعه 9 للساعه 5، ففي الفتره دي هو شغال مع نفسه باضاءاته وتكييفاته، وبره الفتره دي اوتوماتيك بيفصل كل اللودز المختلفه. فطبعا بيكون مربوط بفاير الارم، بيكون مربوط بكاميرات مراقبه، فبيكون في فاليو اساسيه هي باور سيفنج، هي اوبريشن افشنسي، هي كومفورت، هي سيفتي وسكيورتي. جوه السمارت بيلدينج الانرجي افشنسي او فكره الباور سيفنج يمكن دي رقم واحد اللي بتهم المباني الاداريه، ودي بتتم من خلال حاجات مختلفه، منها ان احنا بنحط سنسورز مختلفه هنا بحيث ان انا في التواجد الموظف في المكان بتاعه او في الزونه اللي هو موجود فيها، فيبدا الإضاءة موجودة شغالة، التكييف شغال، بمجرد ما يخرج الموظف من مكانه ويبقى الزون اللي هو فيها فاضية يبدأ السنسور يدي سيجنال للسيستم ان هو يقفل الإضاءة ويقفل التكييف. ده طبعا بيعمل باور سيفنج عالي جدا. تتخيل ان انت على مدار اليوم، او بلاش نحسب على مدار يوم، خلينا نحسبها على مدار شهر كامل، لو في مبنى إداري مثلا بيدفع له في الشهر وليكن مثلا مليون جنيه كهرباء، لا انت ممكن توفر كهرباء مش اقل باي حال من الاحوال عن 30-40%، فبدل ما الراجل ما كان هيدفع مليون جنيه لا ممكن يدفع 500,000 او 600,000، فطبعا بتعمل له توفير عالي جدا خاصه على اللونج تيرم. الاوبريشن افشنسي طبعا بيبقى في سهوله عاليه جدا في فكره الكنترول على المبنى، وان انا امانج المبنى بكفاءه من خلال وسائل كنترول مختلفه، سواء كان في سوفت وير على بي سي او من خلال ابلكيشن او من خلال تايم سكادول او من خلال سنسورز تحس بالتواجد للناس اللي موجوده جوه المبنى ويبدا يشغل له الحاجات اللي هو محتاجها. طبعا في راحه في بيئه السمارت بيلدينج، ان انت السنسورز بتحافظ على شده الاضاءه، بتحافظ على درجه الحراره، فبيدي طبعا نوع من انواع الكومفورت للناس اللي موجوده جوه المبنى. سيفتي سكيورتي مع سنسورز مختلفه، ووتر ليكج سنسور عشان لو في تسرب ميه، سموك سنسور عشان الدخان، جاس سنسور، هيت سنسور وخلافه، دي كلها بتصب جوه نطاق السمارت بيلدينج او الكوميرشال بيلدينج. طبعا زي ما قلت لكم من شويه، فكره يمكن المباني الاداريه دايما بيلعبوا على فكره اللايتنج والاتش فاك، هم دول اكتر حاجتين بيلعبوا عليهم ككنترول. فاللايتنج انا ممكن اظبط من خلال لاكس سنسور بيقيس شده اضاءه في مكان معين، سي مثلا المبنى واجهته ازاز ففي شمس داخله، في كميه اضاءه موجوده جوه المكان، فما فيش مانع ان انا اخفض شده الاضاءه بتاعتي طبقا لان في لاكس متحقق في المكان بسبب وجود ان في واجهه زجاجيه او ان الشمس داخله، فيبدا السنسور يبعت للديمر ان لا شغل إضاءة في فترة الصبحية على نسبة 20%، لا بعديها بشوية 30%، تعالى على الظهر 50%، تعالى الساعة 4-5 شغلها بنسبة 100%. فطبعا لو جينا نحسب افرج طول اليوم هنلاقي ان الإضاءة اشتغلت بنسبة مثلا 40-50%، فده طبعا باور سيفنج. مش بس السنسور دي، لا ممكن كمان سنسور حركة، ان انا حد موجود فيشغل، ما فيش حد موجود فيفصل. تايم سكادول، ان انا المعروف ان المكتب ده ما بيكون اجازه في ايام معينه، ففي الفتره دي اوتوماتيك بيكون اوف. ففي طرق مختلفه ان انا اكنترول بيها الاضاءه واعمل باور سيفنج. نفس الفكره بالظبط اللي اتكلمنا فيه مع اللايتنج هيتم من خلال الاتش فاك، وان انا برضو بيكون عندي بعض السنسورز زي ويزر ستيشن بيبدا يحس لا انا في درجه حراره معينه، لا انا في مطره بره، لا اقفل الستاره عشان لا في شمس داخله فهنزل الستاره عشان تحافظ على درجه الحراره من جوه، لا درجه الحراره دلوقتي اعلى من المطلوب فاخفضها شويه. بيتم من خلال سيناريوهات مختلفه وكونديشنز مختلفه بحيث ان احنا نحافظ على استخدام الاتش فاك وما يبقاش مستخدم بصوره 100% على مدار اليوم.
طبعا بيتم تركيب بعض سنسورز على الشبابيك على الابواب، بحيث ان انت لو في شباك مفتوح في اوضه طبعا اوتوماتيك بيقفل التكييف، بحيث ان انا اعمل باور سيفنج لتايم معين. طبعا وارد ان حد يفتح الشباك لسبب بسيط وبعدين يقفله، فمش كل ما افتح يقفل التكييف، فبنعمله تايم ديلي معقول، بحيث ان انا لو الفتره بقت كبيره شويه ان انا لا ده معناها ان انت في حد سايب الشباك مفتوح وناسي التكييف شغال، ففي الحاله دي بيفصل اوتوماتيك التكييف. طبعا الستاير بتشتغل برضو معانا، ممكن ندخلها في سيناريوهات مع الإضاءة والتكييف بنفس الفكرة. المكاتب اللي موجودة جوه المبنى الإداري أيا كان نوع المكتب بنبدأ نحط سنسورز علشان نقدر نكنترول. نوع من أنواع المباني الإدارية اللي هي صالات السفر وخلافه، أنا هنا في مكان زي ده أقدر أكنترول إضاءة، أكنترول ساوند سيستم، أكنترول اتش فاك، فدي فانكشنز مختلفة نقدر نحققها جوه السمارت بيلدينج. المستشفيات هي جزء من الكوميرشال بيلدينج، الملاعب الرياضيه هي جزء من الكوميرشال بيلدينج. انا ليه بجيب نماذج من الحاجات دي؟ لان دايما الناس بتبقى متخيله سمارت هوم يعني شقه يعني فيلا وخلصت على كده، لا احنا بندخل في السمارت بيلدينج، بندخل مش في ريزيدنشال بس، لا معانا في الكوميرشال وفي الهوسبيتاليتي، وعندنا انواع كتير جدا جدا من المباني اللي تقدر تدخل فيها الاوتوميشن بتاعك سواء كان كي ان اكس او غيره. الملاعب الرياضيه نقدر نكنترول الاضاءات المختلفه اللي موجوده هنا من خلال كي ان اكس. اقدر في بعض المباني الاداريه سواء بعض المحطات زي محطات كهرباء، مصانع، ايا كان، دي كلها نقدر نشتغل عليها. المدارس برضو نقدر، يعني في المدارس ممكن نعمل تايم سكادول لاوقات الطلبه موجوده فيها، تايم سكادول للجرس بتاع الحصص، تايم سكادول لتشغيل التكييفات والاضاءه في اوقات معينه وفصلها في اوقات معينه. فتقدر تدخل المدرسه معاك كجزء من الكوميرشال بيلدينج اللي بنعمل عليه كنترول. المتاحف، وده برضو من الحاجات المهمه جدا، اللعب في الاضاءه هنا بيكون متميز جدا سواء كان اضاءه او اتش فاك، وده جزء من ضمن الكوميرشال بيلدينج. عندنا المعارض وخلافه، دي ممكن نجهزها. عندنا اللاندسكيب اريا، المطارات، المنشآت والمولات المختلفة، دي كلها حاجات بتصب ناحية السمارت بيلدينج او الكوميرشال بيلدينج اللي لازم نكون واخدين بالنا منه. كده اتكلمنا على حاجتين، سمارت هوم اتكلمنا اللي هو ريزيدنشال، واتكلمنا على الكوميرشال اللي هو بالنسبة لنا كان السمارت بيلدينج سواء كان مدارس او سواء كان مصانع او سواء كان مباني إدارية وخلافه او حتى مطارات. اخر كاتيجوري معانا النهارده في الانترودكشن هو الهوتل. الهوتل يمكن خليناه لوحده منفصل وفي كاتيجوري اسمه هوسبيتاليتي، لان ده بيكون له سوليوشن مختلف شويه، مش مختلف كفكره لكن مختلف كتطبيق. يعني بيبقى دايما هو عباره عن اوضه واحده، الاوضه دي هي بالنسبه لك هي الفيلا، هي الشقه، هي المبنى الاداري، بس هي اوضه واحده. جوه الاوضه دي بيتم سيناريوهات مختلفه، انت عندك برضو اضاءه وستاره وتكييف وتلفزيون وخلافه، فبتقدر تعمل سيناريوهات على كبادات موجوده عندك على الجدران او من خلال الابلكيشن. السيناريوهات دي بنبدأ بيها سي مثلا ويلكم مود، فالجست داخل اول يوم الاوضه بتاعته في الفندق، فمجرد ما يدخل ويعمل ساين ان او يدخل بالكارت بتاعه، يحط الكارت بتاعه في الباور كارد هولدر اللي هو هيسمح له بتشغيل الباور، فيلاقي الاضاءه اشتغلت بنسبه معينه، الستاير فتحت بنسبه معينه، التلفزيون اشتغل بويلكم مسج ويلكم فلان الفلاني، ساوند سيستم اشتغل، بيبدأ يديله سيناريو معين يتناسب مع فكره الويلكم مود. هتلاقي في مودز تانية مختلفة بيبدأ يعملها على مدار اليوم سواء كان الصبح الظهر بالليل، كل مود من دول بيكون فيه اوبشنز مختلفة، مود معين بيعلي إضاءة، مود تاني بيوطي الإضاءة، مود بيفتح ستاير، مود بيقفل ستاير، بس طبعا بيبقى كومباينيشن ما بين حاجات مختلفة اللي هو إضاءة مع ستارة مع تلفزيون مع تكييف مع سكيورتي مع كومباينيشن مع بعضه، بنبدأ نكريت السيناريو بحيث ان هو ما يبقاش يعمل كنترول على كل حاجه لوحدها، لا يجي في فتره بالليل يضغط على النايت مود، يجي في فتره الصبحيه يضغط على ويك اب مود، مثلا داخل المكان جاي من بره يبقى في ويلكم مود يضغط عليه وهكذا. يمكن الاوتيلات بنشتغل عليها مش بتعمل لوحه كنترول بقى متكامله وخلافه، لا انت في اغلب السيستمز الاوتوميشن هتلاقي في عندك اكتويتر بسميه انا كومبو اكتويتر. الكومبو اكتويتر ده بيكون مالتي انبوت ومالتي اوت، بقدر بيه اعمل كنترول على فانكشنز مختلفه بدون الحاجه ان انا كاريت لوحه كنترول متكامله، يكون جايب مثلا ريلي لوحده وديمر لوحده ومش عارف سكيورتي موديول لوحده ودراي كونتاكت لوحده اي بي جيت واي، لا انا ممكن بموديول واحد يكون فيه اكتر من اكتويتر بيلت ان، بحيث ان انا يبقى بموديول واحد اكنترول اضاءه وستاره وتكييف وتلفزيون وسكيورتي واي بي
اكمل المنظومه بتاعتي كلها من خلال موديول واحد، وده متناسق جدا او مناسب جدا لفكره الاوضه. هي الاوضه فيها مالت فانكشن لكن هي حجم صغير وعدد نقط صغيره، فده طبعا يفضل ان انت تشتغل بكومبو سويتش زي ده، بحيث ان هو هيبقى يقدر يغطي لك الاوضه بالكامل بدل ما اجيب ريليهات لوحدها وديمارات لوحدها وشاتر اكتيفيتور لوحده وخلافه. لا، هيبقى موديول واحد مالتي انبوت مالتي اوتبوت يغطي لك مشروع صغير زي اوضه فندق. طبعا هتغطي بالموديول ده الاوضه وتبدا تربط ما بين اوض مختلفه وبعضها. سمارت دور لوك ده بيكون موجود على الاوضه من بره، بحيث ان انت يسمح لحد معين اللي معاه الكارت هو اللي يدخل، او باسورد معينه او بصمه معينه، جيست معين هو اللي يدخل، مش كل الناس تدخل. حاجه ثانيه البانلز المختلفه اللي بتكون موجوده في الجدران، والبانل دي بقدر بيها اعمل لها كاستمايز زي ما انا عايز، اعمل مود مختلفه. بيكون في عندك مرايات تاتش، المرايه دي بتكون موجوده في الحمام، والمرايه دي بجانب ان هو بيبص فيها الصبح، لا بيقدر يتابع درجه الحراره، يبدا يعمل كنترول على اضاءه، على ستاير، على تكييفات، يقدر يتابع بيها حاجات الخاصه بيه هو. والله انا ضغط الدم بتاعي كذا النهارده، نسبه السكر، لا حتى المرايه نفسها تقدر تحدد وزنك النهارده لا عالي، حاول وتديك نصايح، لا انت المفروض تقلل وزنك شويه، لا انت ضغطك مرتفع خد بالك، لا انت محتاج تنام. فيها بعض السنسورز بتوصل عليها زي الحاجات اللي بتقيس الضغط والسكر، او الحاجات اللي بتقيس الوزن، او ان انا حاجات بتقيس الرطوبه في البشره وخلافه. فبتبدا انت من خلال سنسورز دي لما بتستخدمها مع المرايه، بجانب ان انت بتعمل كنترول كامل على المكان بتاعك سواء كان اضاءه او ستاره او تكييف وخلافه، بتبدا تديك ريبورت كامل عنك وعن الوضع الصحي الخاص بيك كل فتره. فانت بتعمل تيست مثلا بحساس خاص بالرطوبه، فمجرد تحط السنسور على البشره بتاعتك اوتوماتيك المرايه تبدا تقول لك خد بالك انت البشره بتاعتك جافه النهارده، معناها ان انت ما نمتش كويس، انت محتاج ترتاح، انت وزنك زاد شويه، معناها ان انت في نسبه دهون معينه. فيبدا يديك نصايح معينه، ويبدا في نفس الوقت يربطك بالسمارت روم، ان انت ككنترول فانكشنز مختلفه اضاءه وستاير وخلافه. عندك اير كواليتي سنسور بيبقى موجود في المكان عشان لو في تلوث يبدا يديك الارت، خد بالك انت الاوضه ملوثه حاليا محتاجه تتهوى، فممكن اوتوماتيك هو لوحده يفتح ستاير، يشغل تكييف على وضع معين، يشغل فنتليشن بحيث انه يغير الجو وخلافه. البابليك اريا في الفنادق بنعمل عليها كنترول سواء كانت اضاءه او تكييفات. عندك دي بعض الاماكن اللي بتبقى موجوده في الفندق بيبقى عليها حاجات كتير جدا تقدر تعمل عليها كنترول، منها اضاءه، منها تكييفات، منها باك جراوند ميوزك، منها حاجات مختلفه تقدر تعمل عليها كنترول، مش بس جوه الاوضه بتاعه الفندق، لا كمان في الاماكن العامه اللي انت بتشتغل عليها. المطاعم والكافيهات وخلافه ده جزء من السمارت بيلدينج. الميتنج رومز، الكوريدورز، الحاجات دي كلها، الباركينج، دي كلها فانكشنز مختلفه او انواع مختلفه من التطبيقات للاوتوميشن. يمكن الباركينج زي ده انت بتبدا تحط سنسورز، العربيه داخله فالحاره اللي هي العربيه هيركن في الحاره بتاعته، فينور له الاضاءه الخاصه بحاره العربيه نفسها، وبمجرد ما تركن وتخرج يجي فاصل الاضاءه في المكان. الممرات وانت ماشي، طول ما انت ماشي الاضاءه بتنور معاك، اول ما تخلص وقفت في مكانك يبدا يفصل الاضاءه في الاماكن الثانيه، فده بيعمل نوع من انواع الباور سيفنج. اللاندسكيب واللعب في الالوان وخلافه، دي كلها فانكشنز مختلفه خاصه بسمارت هوم. طبعا دي كانت انترودكشن، يعني ايه سمارت هوم، يعني ايه سمارت بيلدينج، يعني ايه سمارت هوتل، ودي انا بعتبرها مقدمه ضروريه جدا لان احنا نبدا نشتغل على بروتوكول كينكس. طبعا كل الفانكشنز المختلفه اللي قلناها دي بتتم من خلال سيستمز كتير جدا جدا، وبتتم من خلال بروتوكولات مختلفه كتير جدا في السوق، لكن احنا هنقول ان احنا هننفذها من خلال كي ان اكس، هو ده محور التريننج بتاعنا اللي احنا نشتغل فيه. اشمعنى كي ان اكس، وليه اخترنا كي ان اكس عشان ندي بيه تريننج، وليه الناس كلها متجهه حاليا ناحيه الكي ان اكس مش بروتوكولات تانية او ناحيه الكلوزد بروتوكول. كل واحد له اسبابه، لكن خلينا نشرح ليه كي ان اكس، او ليه كي ان اكس حاليا في ترند مرتفع. هنشوف ده في البرزنتيشن اللي جاي بعد بريك، بعد ما اشوف الاول لو في حد له استفسارات. انا خلصت الجزء الاول من التريننج اللي هو الانترودكشن، اللي هو الجزء اللي احنا بنتكلم فيه. بعد كده المفروض ان انا هشوف استفساراتكم واشوف لو في حد محتاج اي حاجه نتكلم فيها، وبعد كده هناخد بريك ربع ساعه، وبعد كده نبدا في الكي ان اكس ككي ان اكس هو الارجيومنت. انا هيبقى لي بس انترودكشن خاصه بكي ان اكس هقولها، بس بعد ما اشوف انا شايف كذا تكست موجود هبص الناس كاتبه ايه، وبعدين ارجع تاني
هكمل الانترودكشن اللي انا بقولها دي بس ناحيه كي ان اكس وليه كي ان اكس وكي ان اكس بيعمل ايه، ده اللي هتكلم فيه قبل الساعه 9 ما تخلص، اللي هو في فتره النص ساعه اللي جايه ان شاء الله. بس الاول اشوف الاستفسارات اللي مكتوبه، شوف الناس كاتبه ايه. ميتنج جايب لي طيب الصوت تمام كده، كله كان بيتكلم على الصوت، انا تخيلت ان حد له استفسارات او حاجه، فواضح ان هو كان كله كلام على فكره الصوت. طيب وفكره الامتحان والجدول قلنا هنتكلم ده في الاخر ان شاء الله بعد ما نخلص السيشن بتاع النهارده، هنشوف ايه المواعيد المناسبه للجميع ونبدا نشتغل عليها. انا بس حابب ان انتوا واحنا شغالين دايما لو ليكوا اي استفسارات قبل ما تنسى السؤال اكتبوا في الشات بوكس، بحيث ان انا بعد ما بخلص الجزء معين بشرحه ببدا ابص على الشات بوكس اشوف لو حد له استفسارات او حاجه ببدا اجاوب عليها. فخلينا دايما، معلش انا مش راضي افتح مايك للناس لان انا لو فتحت مايك يعني بنطول شويه في المناقشات، فانا حابب ان انت اي حد له استفسارات هفتح المايك في نهايه السيشن خالص لغايه اما اطمن ان انا خلصت الجزء اللي انا عايز اوصله. لكن في طالما طول ما احنا شغالين خلي دايما لو ليك اي استفسارات اكتبها تكست على الشات بوكس، وانا بعد كل جزء هفتح الشات بوكس اشوف استفساراتك وهجاوبك عنها علشان بس نكسب وقت ما ناخدش حيز كبير من الوقت. السؤال اللي مكتوب هنا بيقول ممكن توضيح اكتر على المستشفيات والكي ان اكس؟ طبعا احنا لسه بنتكلم انترودكشن، فيعني اللي محتاج تفاصيل اكتر احنا ان شاء الله في خلال الكورس هنتكلم لسه على البروتوكول وازاي بنكنترول وايه الديفايس المختلفه وبنعمل ديزاين ازاي وبنبرمج ازاي وبنشغل ازاي، احنا لسه يا جماعه بنقول بسم الله يعني. فطبعا مش هقدر ادي تفاصيل اكتر من كده على موضوع المستشفيات او الكي ان اكس، انا لسه ما بداتش اصلا كي ان اكس عشان ادي تفاصيل عنه، انا لسه ما بداتوش، فبالتالي السؤال ده مش هيكون في محله دلوقتي خالص. السؤال اللي بعده، هل توفير الطاقه باستخدام الكي ان اكس هيغطي تكلفته؟ طبعا بناء على دراسات كتير جدا من خلال حاجات عمليه وعملناها في السوق لمشاريع مختلفه، ان احنا بنركب باور ميتر على وليكن في فندق مثلا رايحين نعمل دراسه هيوفر باور هيوفر فلوس ولا مش هيوفر فلوس، فممكن دي حاجه من الحاجات اللي انا عملتها بنفسي في فندق من الفنادق، عملنا اوضه كامله سمارت وركبنا عليها باور ميتر، والاوضه اللي جنبيها سيبناها كونفنشنال عاديه من غير اي حاجه سمارت وركبنا عليها باور ميتر، وسيبنا الاثنين شغالين على مدار شهر كامل، وجينا في نهايه الشهر نشوف هنا الباور ميتر قاس قد ايه وهنا الباور ميتر قاس قد ايه، ففوجئنا فعلا او مش فوجئنا، هو ده المتوقع اللي الدنيا كلها بتتكلم فيه، ان احنا تقريبا بنوفر حوالي من 30 ل 40% من استهلاك الكهرباء في الوضع التقليدي، فبالتالي طبعا بيعمل باور سيفنج عالي جدا. طبعا لما تحط الكوست اللي انت دفعتها على مدار فترة معينة، اعتقد بناء على الدراسة برضو اللي احنا عملناها ان انت ممكن تجيب تمن السيستم في خلال من سنة لسنتين، جبت تمن السيستم او تمن الكومبوننت اللي انت مدخلها في البروجكت بتاعك، وبعد كده هيبقى على اللونج تيرم انت بتوفر بس مش بتدفع حاجة من جيبك او مش بتغطي تكلفة حاجة. طيب السؤال اللي بعده، يونيفرسال موديولز، ايوه ايه السؤال على اليونيفرسال موديولز؟ مش فاهم، ممكن تصغي السؤال تاني. السؤال اللي بعده، الامتحانات عند الجامعة كلها هتبدأ في فترة من 21 حتى 15، قلنا هنتكلم في دي يا جماعة مفيش مشكلة هنظبطها مع بعض. ديديكيتد موديولز، بيبقى فيه ديديكيتد موديولز؟ أيوة إيه اللي فيه ديديكيتد موديولز؟ مش فاهم. السؤال اللي بعده، للطلبة في شركات بتقدم فند للطلبة تعمل بروجكت كي ان اكس؟ انا مش عارف في حد بيقدم فند ولا لا، انا بصراحه ما اعرفش، انا بس انا اعرف ان فيه بس مين تحديدا ما اعرفش في الحقيقه، يعني دي ممكن تسالوا فيها زمايلكم بتوع السنين اللي فاتوا، اكيد خدوا فند اكيد، فكل حد في جامعه يسال الجروب اللي قبليه انت خدت فند من مين ومين اللي بيدي الفند، هيكون ده هم عندهم المعلومه اكتر مني. يعني احنا هنا كل اللي بنقدر نقدمه لكم ان احنا هنديكم تريننج وفي نفس الوقت هنديكم زيارات لبراندات مختلفه من كي ان اكس، بحيث ان انتوا تبقوا فاميليار مع البراند ويكون انتوا عندكم نو هاو كويسه تقدروا تكملوا بيها البروجكت بتاعكم. السؤال اللي بعده، باشمهندس ايه اللي محتاج اعرفه من الديستريبيوشن للكي ان اكس وازاي بتكون عمليه الربط ما بينهم؟ احنا عشان نجاوب سؤال زي ده يبقى احنا محتاجين الاول نفهم الاول ايه هو الكي ان اكس وايه هو الديستريبيوشن عشان نعرف نربط ما بين الاثنين.
اولا ديستريبيوشن هو دي فكره، دي فكره يعني الكهرباء التقليديه، وده مفيش مشكله فيه، انت كده كده هتعمله في المبنى بصوره تقليديه عاديه جدا كحسابات باور، ككابلات، كلوح باور وخلافه. لكن هي الفكره بتختلف في فكره الكي ان اكس، ان انا بحاول ان انا اعدل من المسارات بتاعتي. يا ريت يا جماعه اللي بيكتب على الشاشه يمسح اللي هو بيكتبه. بالنسبه للكي ان اكس انا بعدل بس المسارات بتاعتي، فسواء كان اضاءات باور او سواء كانت سوري اضاءات او باور او تكييفات او وخلافه، بنبدا نعدل المسارات بتاعتها طبقا للتوبولوجي بتاع كي ان اكس. وده اللي هنفهمه ان شاء الله من خلال التريننج بتاعنا، ازاي ايه هو الوايرنج بتاع كي ان اكس، وايه الفرق ما بينه وما بين الكهرباء التقليديه او الوايرنج التقليدي اللي بيتم في المبنى من خلال الناس اللي بتشتغل ديستريبيوشن. هنشوف الفرق ما بين ده وما بين ده، بس بعد ما نفهم يعني نمشي قدام شويه في الكورس ونشوف الوايرنج والتوبولوجي بتاعنا ونشتغل مع بعض في الكورس جزء كبير شويه. باشمهندس بلاقي الليسنز في الكورس على الموقع ام بي تي، وهو ده اللي قلناه، يمكن انت دخلت معانا متاخر شويه، ان احنا قلنا ان الليسنز اللي على الكورس هتبقى فاضيه، احنا بعد كل سيشن هناخدها مع بعض، هنبدا نعمل ابلود بعدها بيوم او يومين للفيديو اللي احنا شغالين فيه مع بعض ده، هنبدا نعمله ابلود في الليسنز اللي موجوده عندك على الكورس على الويب سايت. اللي متاح عندك حاليا هو الامتحان والاسئله بتاعته موجوده، فهيكتمل بان احنا نضيف الفيديو في نهايه السيشن اللي هو بعدها بيوم او يومين، وبعد كده كل سيشن هتخلصها او تخلص الفيديو بتاعها تحل الاسئله بتاعتها، وبعد كده تستنى السيشن اللي بعديها وهكذا. السؤال اللي بعده، انا كنت بسال ليه لما في كومبو موديولز بيبقى في موديولز مخصصه لحاجه معينه زي التحكم في الستاير بس والاضاءه بس. سؤالك حلو. انا بالنسبه لي دايما في المشاريع الكبيره بيكون مثلا عندي بتحكم في نقط اضاءه، وليكن مثلا انا في مبنى اداري بتحكم في حوالي 700-800 نقطه اضاءه، ففي الحاله دي بيبقى انا عندي هو نوع واحد معين من الاكتويترز، ريلي اكتويتر. ريلي اكتويتر ده هو المسؤول عن الاون والاوف، فبيكون منه عدد كبير جدا. فهل هيبقى من المنطقي ان انا اجيب سويتش كومبو يكون فيه مالت فانكشن، يكون فيه حاجه خاصه بالتكييف، يكون فيه حاجه خاصه بالشطر، يكون فيه حاجه خاصه بالاتش فاك وخلافه، وانا مش هحتاجهم، ولا اجيب ريلي بس؟ ففي الحالات هجيب ريلي بس عشان يغطي المنظومه دي، وهيبقى بالنسبه لي كوست وايز هيبقى ارخص اصلا من ان انا اجيب كومبو. نفس الفكره بالنسبه للستاير، نفس الفكره بالنسبه للتكييفات. فلما بيكون في حاجه معينه مقرره وفي منها كميات كبيره، فبنفضل ان احنا نجيب لها الموديول المخصص للقصه دي. لكن الكومبو هو مخصص للمشاريع الصغيره، اللي هو اوضه، ميتنج روم، شوروم، حاجات صغيره وفيها مالت فانكشن وعدد النقط قليل، ففي الحاله دي بنقدر نستخدم فيها المالت فانكشن اكتويتورز او الكومبو اكتويتورز زي ما انا بسميه. هل انا محتاج اخد كورسات ثانيه قبل ما ابدا الكي ان اكس؟ احنا في مجال الاوتوميشن انا بادئ لكم من البدايه خالص، يعني عرفتكم يعني ايه سمارت هوم للناس اللي هي لسه مش عارفه يعني ايه سمارت هوم او سمارت بيلدينج، فانا اعتبر بادئ معاكم من الزيرو. والكورس ان شاء الله فيما بعد هديكم شويه معلومات قويه جدا بحيث انها تبقى بيزك ليكم تبداوا بيها في المجال ان شاء الله. حد بيسال بيقول الفويس نتوركينج، لا اعتقد المشكله عندك في الصوت لان ما فيش حد اشتكى من الصوت خالص. طيب هبدا معاكم الجزء الثاني من البرزنتيشن، انا لسه في الانترودكشن على فكره، بس هيبقى الجزء الثاني من الانترودكشن الخاصه بكي نكس، وبعد كده ان شاء الله الساعه 9 هبدا من 8:30 ل 9، هي النص ساعه الجايه بتوع الانترودكشن بتوع كي نكس، وبعد كده هيبقى في بريك من 9 ل 9 وربع ونكمل الجزء اللي بعد كده. خلينا نرجع للانترودكشن بتاع كي نكس. انا لغايه دلوقتي لسه في ناس بعمل لها ادمت، مش عارف اللي بيدخل بقى هل هيبقى متابع معانا ولا لا، بس هو ممكن يبقى يتابع التسجيلات لو هو فاته حاجه احنا قلناها. طيب بالنسبه للكي نكس، احنا اتفقنا ان احنا كل اللي فات ده كنا بنتكلم جنرال انترودكشن كده، يعني ايه سمارت هوم، يعني ايه سمارت بيلدينج، يعني ايه سمارت هوتل. طيب الحاجات السمارت دي بتتم من خلال ايه؟ اتفقنا انها بتتم من خلال براندات كتير جدا ومن خلال بروتوكولات مختلفه. طيب ليه كي ان اكس اللي احنا هنشتغل بيه، وايه هو كي ان اكس، وايه المميزات بتاعت كي ان اكس؟ وكي ان اكس ده بروتوكول تحتيه براندات كتير جدا، تحتيه اكتر من حوالي 500 براند تحت الكي ان اكس بروتوكول، 500 مانيوفاكتشر بيصنعوا تحت بروتوكول كي ان اكس، فهو بالنسبه لي اوبن بروتوكول. فهنعرف يعني ايه كي ان اكس، ايه المميزات بتاعته، سوق الكي ان اكس اخباره ايه مقارنه ببقيه البروتوكولات الثانيه، وايه اللي خلينا ناخد كي ان اكس وما ناخدش غيره، وازاي تبقى كي ان اكس بارتنر. ودي معلومات مهمه عشان تبقى لازم تبقى فاهمها علشان طالما هدخل في الكارير الخاص بكي ان اكس، وايه مميزات ان انت تبقى بارتنر لكي ان اكس. طيب نبدا اول حاجه هو ايه كي ان اكس. الكي ان اكس زي ما قلنا من شويه ان هو اوبن بروتوكول،
ريليتد بالسمارت بيلدينج. شغلانته الاساسيه ان هو بيكونترول فانكشنز مختلفه زي الاضاءه زي الستاير زي التكييفات زي جزء من السكيورتي زي الفلور هيتنج زي الجزء انتجريشن مع الاوديو والفيديو وخلافه، ويمكن في حاجات بيبقى فيها بورت كي ان اكس. فهو شغلانته ان هو بيكونترول المبنى بوجه عام بكل تفاصيله من خلال البروتوكول الخاص بكينكس. طيب تحت كينكس هو تحتيه براندات كتير جدا، من ضمنها مثلا اي بي بي، شنايدر، سيمنز، ام دي تي، زينيو، جي في اس، براندات كتير جدا تحت الامبريلا بتاعت كينكس. بنتكلم في اكتر من 500 مانيوفاكتشر موجودين جوه الامبريلا بتاعت كينكس. طيب كينكس ده بروتوكول مش براند، عشان نبقى فاهمين، كينكس هو بروتوكول، والبراندات اللي بتصنع حواليه هي دي المانيوفاكتشرز بقى، اللي هو البراند اي بي بي، براند شنايدر، براند سيمنز، براند هاجر، وهكذا. طيب انا بالنسبه لي كين اكس، ليه بنقول ان كين اكس از ذا ستاندرد؟ ويمكن الكلمه هنا كلمه يعني حاده قوي، بنتكلم كين اكس از ذا ستاندرد مش وان اوف ذا ستاندرد، يعني يمكن اللي كاتبها قصد كده كين اكس از ذا ستاندرد، لسبب ان كين اكس هو اصبح يعني متعارف عليه او متوافق مع الستاندردز العالميه الخاصه بالسمارت بيلدينج، سواء كان ستاندردز اوروبيه او صينيه او امريكيه او عالميه. فبالتالي لما يبقى واخد كل موافقات الستاندردز المختلفه الريليتد بالسمارت بيلدينج، سواء كانت سمارت سواء كانت صينيه او اوروبيه او امريكيه او عالميه، فبالتالي احنا نقدر نقول ان كين اكس از ستاندرد. يمكن من المميزات الخاصه بكين اكس الميزه الثانيه بجانب الميزه الاولانيه ان هو ستاندرد، الميزه الثانيه ان انت كل البرودكت اللي موجوده جواه، مش بس البرودكت ده، البرودكت، التريننج سنتر، الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الكين اكس كلهم بيكونوا لازم يبقوا سيرتيفايد عشان يقدروا يشتغلوا جوه المجال بتاع كين اكس. طب ليه يبقوا سيرتيفايد؟ عشان نضمن نوع معين من الكواليتي. بمعنى انا برودكت معين علشان ياخد اللوجو بتاع كينكس، يعني برودكت زي ده خد لوجو كينكس، خد لوجو كينكس معناها ايه؟ معناها ان البرودكت ده بيشتغل بالبروتوكول الخاص بكينكس، دي نقطه. النقطه الثانيه ان مر بمراحل اختبارات معينه وكواليتي معينه ضروريه بحيث ان انا اقدر ادي لوجو كينكس للبرودكت ده. فبالتالي انا اي برودكت عليه اللوجو بتاع كينكس معناها انه دخل التست لاب الخاص بكينكس. التست لاب ده بيعمل ايه؟ بتشيك البرودكت بطرق مختلفه، بيتشيك الكواليتي بتاعته، بيتشيك الماتيريال، بيتشيك اذا كان ابليكابل مع البروتوكول كينكس ولا لا، بيتشيك حاجات كتير جدا بحيث ان هو في الاخر يقدر يقول ان ده ابليكابل، او يقدر ياخد اللوجو بتاع كينكس ويقدر ينزل السوق ويشتغل ويشيل مشاريع. طبعا اي برودكت عليه لوجو كينكس ايا كان المانيوفاكتشر بتاعه يقدر يتكلم مع اي برودكت تاني من اي شركه تانيه. ويمكن دي ميزه كين اكس، او الميزه الاكبر في كين اكس اللي مخليها اغلب الناس عايزه تشتغل كين اكس، ان هو اوبن بروتوكول. كلمه اوبن بروتوكول متاخده من اللي انا بقوله ده، ان انت عندك مالتي مانيوفاكتشرز بيصنعوا برودكت بس عليها لوجو كين اكس. فبالتالي انت ممكن تعمل بروجكت واحد يبقى فيه لوحه كنترول جوه اكتويترز جايه من 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 زينيو، على اكتويترز جايه من هاجر، على اكتويترز جايه من اي بي بي، على سنسورز جايه من جي في اس، على مش عارف بانلز جايه من اي بي بي. تقدر تجمع سوليوشن متكامل من براندات مختلفه ويكلموا بعض اكنهم نفس البراند. ليه بيكلموا بعض اكنهم نفس البراند؟ لان كلهم عليهم لوجو كينكس، يعني كلهم بيشتغلوا ببروتوكول كينكس. طيب امال في، هل في حاجات تانية بتشتغل لوحدها؟ ما ينفعش، يعني دي النقطه الثانيه اللي هو الكلوزد بروتوكول، ده بنسميه اوبن بروتوكول. في كلوزد بروتوكول اللي ده بيبقى مبني على براند بعينه، سي مثلا سي باس. سي باس ده بتاع مين؟ ده بتاع شنايدر، يعني هي المانيوفاكتشر بتاعه، هي اللي بتعمل له السوفت وير بتاعه، هو ده خاص بشنايدر. طيب سي باس ده شنايدر بطلت تدعمه، خلاص سي باس مش هيبقى موجود. لكن كين اكس شنايدر ما بقتش تبيع كين اكس، في غير شنايدر 500 براند تانيين. فبالتالي دي فكره الاوبن بروتوكول. الكلوزد بروتوكول بيبقى محدود شويه. كومفورت مثلا في سايتك، كومفورت ده كلوزد بروتوكول، اي نعم بينتجريت مع كينكس دي حاجه، لكن احنا بنتكلم البروتوكول بتاعه او المين بروتوكول اللي شغال عليه هو كلوزد بروتوكول.
طبعا مش معنى كده ان الكلوز بروتوكول وحش والاوبن بروتوكول هو الحلو، لكن ده له استخداماته وده له استخداماته. انت بتفضل ايه فيهم على حسب البروجكت؟ والله في بروجكت يستدعي ان انا اشتغل بكلوز بروتوكول يكون سعره قليل شويه، اه ماشي ممكن. في بروجكت تاني لا، انا محتاج ان انا اشتغل فيه باوبن بروتوكول علشان ده هيبقى ستاندر وفي استشاريين وفي معايير معينه وخلافه، فلا هيبقى اشتغل بكي ان اكس. فعلى حسب شغلك بتبدا تشتغل في الاتجاه المناسب ليك، لكن طبعا هو الافضل ان انا اشتغل باوبن بروتوكول عشان ما اكونش مربوط بكلوزد بروتوكول او مربوط ببراند واحد بعينه، ايا كان حصل مشكله في البراند ده فالبراند وقع، يبقى انا كده بالنسبه لي في مشكله عندي. الحاجه الثانيه ان انت ممكن يحصل مشكله في السيستم، فمشكله في السيستم لازم البراند ده هو اللي يصلحها، لازم يزود من الموديولات بتاعته. طيب البراند ده مش موجود اصلا، هتعمل ايه في الحاله دي؟ هيبقى عندك ازمه في البروجكت بتاعك. في كينكس لا، انت والله انا عامل بروجكت وليكن من هاجر، وهوب هاجر لا مش موجوده وقفلت نفترض، فبالتالي اقدر اكمل بروجكت من براندات تانية، اقدر اكمل من اي بي بي، اقدر اكمل من زينيو، اقدر اكمل من ام دي تي، اقدر اكمل من براندات مختلفه كتير جدا اقدر اقوم بها البروجكت بتاعي. مش شرط الشخص اللي كان فاهم السوفت وير اللي بيبرمج الكلوزد بروتوكول مش موجود، فهيبقى في زي 200 واحد من اللي فاهمين الاوبن بروتوكول. انا عندي بالنسبه لي كي ان اكس بيبرمج بسوفت وير واحد بس اللي هو الاي تي اس، فبالتالي ال 500 براند ببرمجهم بسوفت وير واحد اسمه اي تي اس. فبالتالي انت بتقدر من خلال سوفت وير واحد لما بتتعلمه اكنك اتعلمت 500 سيستم شغالين بكي ان اكس بسوفت وير واحد فقط. لكن كلوزد بروتوكول كل كلوزد بروتوكول بيعمل له سوفت وير خاص بيه، يعني فيليبس مثلا داينالايت هتلاقي ده كلوزد بروتوكول، فبالتالي انا لازم اكون عارف السوفت وير بتاعه، لازم اكون عارف التوبولوجي بتاعه. طيب انا بالنسبه لي عارف سوفت وير بتاع كي ان اكس، لا مش هيبقى مناسب مع فيليبس او السوفت وير الخاص بفيليبس. فدي ده الفرق ما بين الكلوز بروتوكول والاوبن بروتوكول. الاوبن بروتوكول هو سوفت وير واحد بمانج بيه كل البراندات اللي موجودين تحت الامبريلا بتاعت كي نكس. كلوز بروتوكول لا، هو سوفت وير واحد ريليتد بالبراند ده، وما ينفعش ان انا استخدم السوفت وير ده في براند تاني، ما ينفعش اعمل اكتر من براند جوه لوحه واحده الا بطرق مختلفه، جيت ويز وانتجريشن سوفت وير، وينفع ولا ما ينفعش ولها العبكه طويله شويه. لكن كي ان اكس لا، انت تقدر تجمع اكتر من براند في لوحه واحده، وده بالنسبه لنا بيكون من المميزات. مش بس البرودكت اللي بتبقى سيرتيفايد كمان، لا كمان حتى التريننج سنترز اللي يدي، يعني احنا الحمد لله احنا سيرتيفايد تريننج سنتر كي ان اكس. علشان نبقى سيرتيفايد كي ان اكس تريننج سنتر لازم نمر بمراحل معينه، لازم يبقى عندك مش عارف كتات ايه ومواصفاتها ايه، لازم مكانك يبقى ايه ومواصفاته ايه، لازم انت كشخص تيوتر هتدرس كي ان اكس لازم تاخد كورسات 1 2 3 وتمر بمراحل معينه علشان نعتمدك. لازم 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 شويه معايير كتير جدا علشان يضمن ان هو التريننج سنتر ده هيبقى عنده كواليتي معينه تاهله لان هو ينقل النو هاو من عنده للناس الترينيز، بحيث ان هم يبقوا سيرتيفايد من خلال كي ان اكس او من خلال التريننج سنتر. الاشخاص اي شخص بياخد الكورس عشان يبقى سيرتيفايد من كين اكس لازم يدخل اكزام وثيوريتيكال وبراكتيكال، وبناء على السكور بتاعه يبدا يتحدد اذا كان ينفع يبقى بارتنر لكين اكس واسمه اتحط على الويب سايت ولا لا. فالمعايير اللي محطوطه دي وان كانت هي بتضيق شويه على الناس، لكن انا شايف ان ده بيضمن جزء كبير جدا من الكواليتي سواء كان للبرودكت او للتريننج سنتر او للبيرسون اللي بيشتغل في المجال، وبيخليك مطمن ومستريح ان انت بتشتغل مع بروتوكول محترم وبيقدر بيدي لك دعم منه. كل التريننج سنترز الموجوده في العالم بتدعمك، كل الناس السيرتيفايد بيكون عندهم نوع معين من النو هاو بيزك معينه ما ينفعش يقل عنها عشان يبقى اسمه بارتنر. البرودكت نفسه مر بمراحل جوده معينه ودخل في تيست لاب بحيث ان هو ياخد اللوجو بتاع كي ان اكس، فانت شغال ضمن منظومه كلها على بعضها سيرتيفايد، ما بيسمحش لاي حد يخش يمين او شمال، لا انت بالنسبه لك المنظومه متكامله كلها سيرتيفايد. الميزه الثالثه ان انت كين اكس بيساوي هاي كواليتي. ليه هاي كواليتي؟ عشان هو يعني متوافق مع اغلب او مع تقريبا كل الستاندردز الخاصه بالسمارت بيلدينج، سواء كانت زي ما قلنا الستاندرد الانترناشونال او الامريكي او الصيني او الانجليزي، فبالتالي بنقدر نضمن ان في كواليتي معينه اخذها البرودكت الخاص بيه كين اكس. الميزه الرابعه ان هو سوفت وير واحد زي ما قلت من شويه، هو سوفت وير هو اي تي اس. الاي تي اس ده هو اللي بنبرمج بيه السيستم وبنعمل بيه ديزاين وكونفيجريشن ودايجنوز كامل للبروجكت بتاعك. فطبعا ايا كان نوع البراند اللي هتشتغل بيه او ايا كان اسم البراند اللي هتشتغل بيه،
فبالتالي هو الاي تي اس هو سوفت وير وحيد فقط اللي بتقدر من خلاله تعمل بروجرامينج او ديزاين او كونفيجريشن او دايجنوستكس. وده طبعا بيكون ميزه جميله جدا، ان انت ايا كان البراند هتشتغل، فشغال مع براند اكس، شغال مع براند واي، شغال مع براند زد، ايا كان، فطالما هو كي ان اكس فيبقى بالنسبه لك هو نفس السوفت وير اللي انا بتعلمه، ضربت بيه 500 عصفوره بحجر واحد، يعني 500 براند بسوفت وير واحد. طبعا هو ابليكابل ان هو يخش في اي فانكشن انت محتاجها في الـ في الـ في البيلدينج بتاعك، سواء كان مشروع صغير او مشروع كبير، سواء كان فانكشن خاصه بالاضاءه، بستاره، بتكييف، بسكيورتي، باوديو فيديو، بايريجيشن، باير كونديشن، ببلايندز، بدور كوميونيكيشن، بهيتنج، بسنسورز سكيورتي، سموك ديتكتورز، بانتروجن. دي كلها فانكشنز مختلفه بنقدر نعملها من خلال كي نكس. وبالتالي ما فيش فانكشن تقريبا العميل بيحتاجها منك او المبنى بيحتاجها منك ما بتلاقيهاش في كينكس. بالعكس، انت كينكس كل الفانكشنز اللي انت تتخيلها او ما تتخيلهاش هتكون موجوده جوه البروتوكول، ويمكن دي ميزه متميزه جدا. وارد ان انت تشتغل في بروجكت معين وتفاجئ ان انت في نوع معين من انواع التكييفات، وليكن بعيدا عن المسميات، التكييف ده انا مش عارف اعمل له كنترول بالبراند اللي انا شغال بيه في البروجكت ده، فبالتالي ما فيش اي مشكله خالص انت تجيب من براند اكس وبراند واي وبراند زد، تجيب الموديول ده وتدخله معاك في لوحه الكنترول بتاعتك وتكمل البروجكت بتاعك. وارد ان العميل يجي يقول لك والله انت الانترفيس بتاعتك شكلها مش حلو، او الكباديه دي مش عاجباني، بس عاجبني الكباديه بتاعت براند اكس او براند واي او براند زد، فاقدر اجيب من ده ومن ده ومن ده واقدر اعمل كومباينيشن للبروجكت بتاعي بما يتناسب مع احتياجاتي، سواء كانت احتياجات بادجت فلوس او احتياجات شكل او ديزاين او احتياجات فانكشن معينه مش عارف اخدها من البراند الفلاني فاخدها من البراند العلاني. طالما المجموعه كلها ضمن نطاق كي ان اكس، فبالتالي ده بيسمح لي ان انا انتجريت ده مع ده مع ده، بحيث ان انا اخد الفانكشنز المختلفه اللي انا محتاجها سواء كان للبروجكت او تلبي احتياجات انا كانستولري. انا لغايه دلوقتي لسه في ناس بعمل لها ادمت بتدخل، فمش عارف هم متوافقين معانا ولا. طيب الميزه السادسه يمكن عندنا مناسب لكل انواع المباني، ويمكن دي من الحاجات المشهوره المغلوطه دايما، كي ناكس لا المشاريع الكبيره بس، لا بالعكس، انت ممكن بكي ناكس تعمل مشروع صغير جدا زي ما وريتكم من شويه الكومبو اكتويتور ده، ما ده انت ممكن تعمل بيه اوضه ويبقى فيها مالت فانكشن اضاءه وستاره وتكييف وتلفزيون وسكيورتي وخلافه، موديول واحد مع باور سبلاي، يمكن في بعض البراندات عامله موديول واحد جواه الباور سبلاي والاي بي جيت واي والمالتي انبوت والمالتي اوت، الليله كلها جوه موديول واحد، اديله بس 220 ويقوم لك الدنيا كلها. فكين اكس مش متخصص في المشاريع الكبيره زي ما الناس بتقول، لا، الكين اكس يقدر زي ما يقوم مشروع ميجا بروجكت او زي ما بيقدر يقوم مدينه متكامله مترابطه ببعضها، يقدر يقوم اوضه صغيره في شقه. تمام، فكين اكس بيتوافق مع اغلب انواع المشاريع سواء كانت صغيره او كبيره، سواء كانت حتى في بعض انواع المباني او في بعض المشاريع بنفاجئ ان في اجزاء معينه من المبنى مش عارف اغطيها بوايرد سوليوشن، فانا عندي جوه كين اكس في كين اكس ار اف، ويمكن ده شابتر كامل هنتكلم فيه مع بعض، ان ده بيسمح لي ان انا اعمل اكستنشن لبعض الاجزاء في المبنى ادخلها وايرلس، لان انا مش مسموح لي ان انا امد كابلات او ان انا عندي مشكله في مد الكابلات، فبالتالي ممكن ادخل كين اكس ار اف وده بيشتغل وايرلس، بحيث ان اعمل له انتجريشن مع من خلال جيت واي مع كين اكس، ويبقى بالتالي هو سوليوشن متكامل اسمه كين اكس في الاخر، ومن نفس الوسائل الكنترول سواء كان كبادات او فيجواليزيشن سوفت وير او موبايل ابلكيشن وخلافه، اقدر اكنترول المبنى كانهم جزء واحد او سيستم واحد. طيب يمكن دي اللي احنا كنا هنقوله من شويه، ان هو عنده تويستد بير، دي كابلات الكين اكس اللي بربط بيها الاكتويترز ببعضها والسنسورز ببعضها، يمكن السيستم او البروتوكول قايم على فكره التويستد بير كين اكس كيبل، ده بيبقى اربع اطراف، كابل اربع اطراف، بيبقى طرفين بشتغل بطرفين بس، الطرفين دول بينقلوا باور وبينقلوا داتا، ويمكن الكابل الطرفين دول مش بتنقل عليهم كنترول بس، لا كمان بيغذي كمان السنسورز، يعني في اغلب انواع السيستمز اللي موجوده في كين اكس هتلاقي السنسورز او بتتغذى من خلال الطرفين بتوع الكنترول اللي هو الاحمر والاسود اللي احنا بنشتغلهم، يكون معايا الابيض والاصفر دول يا اما سبير يا اما بغذي بيهم حاجات محتاجه باور زي تاتش سكرين وخلافه، لكن انا من خلال طرفين اتنين بنقل باور وداتا للموديول بتاعي او للسنسور بتاعي، ويمكن اغلب السنسورز الموجوده في السوق بنقل الداتا وبغذي السنسور من خلال الطرفين، ومش بحتاج سورس باور اضافي للسنسور لانه بيقدر يقوم من خلال الطرفين بتوع الكينكس.
طبعا في راديو فريكوانسي اللي هو السوليوشن وايرلس اللي بقول لكم عنه، ده هنتكلم فيه شابتر كامل لوحده. وفي فكره الاي بي كنترول، او ان انا اشتغل النتورك بتاعتي من خلال كابلات ايثرنت، او ان انا اكنترول من خلال واي فاي، وده هنتكلم عنه بالتفصيل قدام شويه. والباور لاين يمكن ده قديم شويه، ويمكن حتى في الكورس الجديد اللي كين اكس نزلته حاليا حذفوا منه جزء الباور لاين وقالوا انه ده خلاص جزء قديم، لكن ده كان موجود ان انا انقل النتورك الداتا بتاعتي او التليجرام بتاعي من خلال كابلات الباور. يعني طالما الموضوع اتكنسل فمالوش لازمه ان احنا نخوض في تفاصيل خاصه بيه. الميزه الثامنه ان احنا بنقدر اقدر ابرمج السيستم بتاعي او الهاردوير بتاعي من خلال بطريقتين. عندي حاجه اسمها من خلال السوفت وير الاي تي اس، السوفت وير من خلال بي سي، وده طريقه معينه بنسميها سيستم مود، او من خلال طريقه ثانيه بنسميها الايزي مود، ان انا الكنترول الاكتويتورز بتاعتي او السنسورز بتاعتي متحمل عليها الابلكيشن اصلا ومتجهزه كبروجرامنج، مجرد ان انا بعمل لها ليرنينج واعرف ديفايس على بعضها، وده بيتم من خلال حاجه اسمها الايزي مود. في بعض الديفايس بتتبرمج كده بدون اللجوء للسوفت وير، وفي بعض الديفايسز لا، لازم افتح السوفت وير اللي هو الاي تي اس وابدا ابرمج السيستم بتاعي من خلال السوفت وير او من خلال بي سي. ده بنسميه سيستم مود وده بنسميه ايزي مود. وفي بعض الاجهزه بالمناسبه بتشتغل بالاثنين، بالسيستم مود والايزي مود. ميزه رقم 9 ان احنا عندنا في انتجريشن، طبعا اقدر انتجريت مع بروتوكولات تانية، يعني دالي بروتوكوله خاص باللايتنج، فاقدر انتجريت معاه اي ام، فمن خلال جيت واي دالي اقدر اكنترول اللايتنج اللي بتشتغل بروتوكول دالي. باك نت لو انا شغال في بي ام اس او اي مبنى اداري وفي بروتوكول باك نت اقدر اكنترول انتجريت معاه ونشتغل مع بعض من خلال سوفت وير واحد، اي ينفع من خلال جيت واي انتجريشن مع حاجه مود باس مع زد ويف مع بروتوكولات كتير جدا اقدر اربط ما بينها وما بين كي ان اكس من خلال جيت وايز مختلفه، وده هنشوفه قدام شويه من خلال شابتر الانتر وركينج. طبعا كين اكس هو مش بيصنع عند براند واحد او مصنع واحد، لا انت بتقدر تصنع عند يعني ممكن واحد بيصنع وليكن مثلا براند اوروبي وبيصنع الهاردوير بتاعه، فبيبدا ممكن يجيب البروسيسور من شركه اكس، الرامات او ميموري من شركه واي، او يبدا يجمع القطع الالكترونكس الصغيره اللي بتقوم البرودكت ده من شركات مختلفه. ما في هي مش حكر على براند على شركه معينه، مش لازم اجيب البروسيسور من انتل، مش لازم اروح اجيب الميموري مش عارف منين، لا انت تقدر تجمع من مختلف انواع الشركات والمصانع لغايه ما تقوم البرودكت بتاعك ويخش التست لاب ونشوف اذا كان ابليكابل مع كين اكس ولا لا. لكن طبعا طيب خلينا كده، دي مميزات للكين اكس، خلينا نشوف شويه حقائق حوالين الكين اكس. الكين اكس وضعه ايه في السوق مقارنه ببقيه البروتوكولات الثانيه؟ هنلاقي ان هو منتشر في حوالي اكتر من 490 كي ان اكس ممبرز اللي هم المانيوفاكتشرز، هم حاليا حوالي 500 مانيوفاكتشر موجودين في السوق بيصنعوا لبروتوكول كي ان اكس. طبعا الكيرف بتاعهم بيعلى باستمرار ابتداء من سنه 2000 وانت طالع شايف العدد بيزيد ازاي، فالكيرف بتاعي بيعلى باستمرار، وده بيديني انديكيشن ان البروتوكول دايما واخد منحنى صعودي، فده طبعا بيدينا ايحاء اننا ده سيستم قوي، بروتوكول قوي، والمانيوفاكتشرز بتاعه بيزيدوا باستمرار، فيبقى ده حاجه قويه ومتميزه. نتكلم في اكتر من 8000 سيرتيفايد برودكت من مختلف انواع المانيوفاكتشرز، ما اكتويترز عدد ضخم جدا من مختلف انواع البراندات، سنسورز، جيت وايز، كبادات وخلافه، ودي كلها بتتم من خلال عدد ضخم جدا من المانيوفاكتشرز، بنتكلم في اكتر من 500 مانيوفاكتشر، فبيديني توتال حوالي 8000 سيرتيفايد كي نيكس برودكت نقدر نشتغل بيهم في مشاريع مختلفه. في عندك التست لاب اللي قلت لكم المسؤول عن اختبارات البرودكت، عندك 17 تست لاب موجودين حوالين العالم، وده اندبندنت بيخش البرودكت يقول اذا كان ده متوافق مع كين اكس ياخد ابروفال او ما ياخدش الابروفال، وده اندبندنت تست لاب. بتتكلم تريننج سنتر حوالي 500 تريننج سنتر الى الان، الكيرف بتاعها برضو في تزايد مستمر، فكل ما تريننج سنتر بيزيد معناها ان طلب السبورت زايد، معناها ان البروتوكول الكيرف بتاعه عالي والطلب عليه كبير جدا. بتتكلم في اكتر من 90,000 بارتنر الى الان اللي هم السيرتيفايد اللي موجودين على الويب سايت الخاص بكي ان اكس اسوسيشن، وطبعا برضو زي ما احنا شايفين الكيرف بتاعهم بيزيد باستمرار.
بنتكلم في اليوزر كلابس حوالي 22 يوزر كلاب، واليوزر كلاب ده دي انديه خاصه بكي ان اكس بيعملها مجموعه يوزرز مختلفين مع بعض، بحيث ان كي ان اكس بارتنرز مع توترز مع بعض المصنعين وخلافه بيعملوا يوزر كلاب، بحيث ان هو يعني نوع من انواع الكوميونتي شويه الخاص بكي ان اكس، وده متوفر في دول كتير جدا. اقربهم لينا يمكن دبي. ناشونال جروبز، ودول اللي بيمثلوا الاسوسيشن في دول مختلفه وموجودين حوالين العالم، 45 كي ان اكس ناشونال جروبز، 154 ساينتفك بارتنر، ويمكن دول المعاهد العلميه والكليات والمعامل البحثيه وخلافه، دول حوالي 154 ساينتفك بارتنر، وبرضه الكيرف بتاعهم زي ما احنا شايفين في تزايد مستمر. عندنا اكتر المشاريع في تقريبا كل دول العالم زي ما احنا شايفين، مغطيه تقريبا كل انحاء العالم، فبالتالي نشغل كي ان اكس في مصر، لو رحت موزمبيق هتشتغل كي ان اكس بنفس الطريقه بنفس البروتوكول من خلال مانيفاكتشرز قريبين حواليك او من خلال المتاح هناك. الاي تي اس سوفت وير ده انباع في اغلب دول العالم، اللي هو بيبرمج بيه السيستم. يمكن دي احصائيه مجمعه لكل اللي فات، انا مش حابب اطول في الانترودكشن دي عشان نبدا بقى نشتغل في السيستم بتاعنا بعد البريك ان شاء الله. يمكن دي احصائيه عاملها بازاريا، يمكن دي من الناس اللي شغالين في السوق، عاملين في سنه 2017 او اخر 2017 كماركت ستادي كده، كان بيشوف وضع كي ان اكس، اعتقد الوضع اختلف دلوقتي وممكن يكون للافضل، بس خلينا نشوف الاحصائيه دي. يمكن دي اللي متوفره معايا دلوقتي اللي هي لغايه 2017، بيتكلم ان في المانيا، طبعا انت عندك سمارت بيلدينجز بسيستمز كتير وبروتوكولات مختلفه، طيب الكي ان اكس بيمثل كماركت شير قد ايه؟ بيمثل 56% من الماركت في المانيا من سوق الاوتوميشن، فبالتالي كل المباني اللي اتعملت سمارت اتعمل منها 56% كي ان اكس. طبعا يليها بعد كده السيستمز الكلوزد بنسبه 15%، ودي يمكن 15% برضو مش نسبة عالية لسبب انها متوزعة على اكتر من براند، لانه هنا بيجمع كل الكلوزد بروتوكول في كاتيجوري واحد. الانوشن، الزدويف، الزيجبي، الواي فاي، بلوتوث، ودي بروتوكولات مختلفة يمكن نسبتها محدودة جدا مقارنة بي كي ان اكس، فده بيدينا انطباع ان كي ان اكس يعني واخد وضع كويس في المانيا. في فرنسا بيمثل حوالي 32%، ويمكن الاكبر منه هي الكلوزد بروتوكول بنسبه 36% في فرنسا، لكن 36% انا بعتبرها اقل من ال 32 لسبب ان 36 بتجمع كل الكلوزد بروتوكول في كاتيجوري واحد، يعني وارد يكون مثلا فيليبس داينالايت جزء، وارد يكون كومفورت سايت جزء، وارد وهكذا، دي الكلوزد بروتوكول مع بعضها كلها بتمثل 36، كي ان اكس بتمثل 32، يليهم زد ويف وزيجبي وواي فاي وبلوتوث، ودي بقيه البروتوكولات المختلفه. عندنا في نيزرلاند بمثل 34%، يليها زد ويف 25%، وبعد كده 15% الكلوزد بروتوكول، فما زال كي ان اكس متقدم في اوروبا. في انجلترا بيمثل 27%، يليه الكلوزد بروتوكول 20%، وبعد كده بقيه البروتوكولات زد ويف وزيجبي وبلوتوث وواي فاي وخلافه، فبرضه هنا نسبه اكبر ما زال. في الصين يمكن، ودي من النسب الكبيره جدا، ان انت الصين يعني ام الكلوزد بروتوكول زي ما بيقولوا، هتلاقي عندها هنا عدد ضخم جدا من الكلوزد بروتوكول اللي بينباع من خلال براندات مختلفه، لا يمثل اكتر من 38% مجتمعه مقابل 42% خاصين بكي ان اكس، وده طبعا رقم ضخم جدا جدا خاصه في الصين بالذات. يليها طبعا الزيجبي وزد ويف والبلوتوث والواي فاي، يمكن هنا متصفر، هم بيبيعوا لنا احنا بس البلوتوث تقريبا. طيب ازاي ابدا كي ان اكس؟ انا شايف ان التكست بوكس عمال يدي فلاش كل شويه، فانا تقريبا قربت اخلص اهو، هخلصه وبعدين اشوف التكست بوكس وبعدين ناخد بريك ربع ساعه ونرجع نكمل تاني ان شاء الله. ازاي استارت مع الكي ان اكس؟ عندك كذا طريقه، منها ان انت تحضر ويبينارات اونلاين زي اللي احنا عاملينها مع بعض دي، منها ان انت تحضر تشوف الاي تي اس اي كامبس اللي موجود على الويب سايت بتاع كي ان اكس، او ان انت تدخل على الويب سايت اللي عندنا وتبدا تدخل الكورس بالكامل وتحل الاكزام بتاعه وتشوف الفيديوهات اللي موجوده عليه والماتيريال اللي هنضيفها تباعا بعد كل سيشن. فدي من طرق التعليم، ان انت تروح سيرتيفايد كي ان اكس تريننج سنتر وتاخد كورس سيرتيفايد، ودي من الطرق برضو لو انت عايز تبقى بارتنر، او من خلال الحاجات اللي موجوده على الميديا زي اليوتيوب وخلافه، تقدر تسيرش عليها تلاقي حاجات كتير جدا تقدر تدي لك نو هاو. بس انت عشان تبقى كي ان اكس بارتنر ما عندكش غير طريق واحد بس، يعني كسيرتيفايد بارتنر، يعني انا بالنسبه لي ابقى اسمي سيرتيفايد كي ان اكس بارتنر ما عنديش غير طريق واحد، النو هاو طبعا عرفنا ان في اربع طرق،
لكن انا ابقى سيرتيفايد كي نكس بارتنر ما عنديش غير طريق واحد، هو ان انا اخد كورس سيرتيفايد بيزك كي نكس كورس من خلال سيرتيفايد تريننج سنتر، وبعد ما بتاخد الكورس ده وبتحضر اكزام ثيوريتيكال وبراكتيكال وتبص اوتوماتيك اسمك بينزل على الويب سايت الخاص بكي نكس اسوسيشن ان انت بارتنر معتمد من خلال الاسوسيشن. طبعا ايه المميزات بتاعتها؟ ان انت بتاخد سيرتيفيكيت اسمك بيكون من ضمن السوسايتي او الكوميونتي بتاع KNX، بتاخد ليك الحق في استخدام اللوجو سواء كان على الكارت بتاعك او في البروشور او الموقع بتاعك وخلافه، بيبقى انت واخد اتجاه البروفيشنال شويه، ان لو حد محتاج حد يشتغل معاك فريلانس او من خلال شركات بيبصوا دايما للناس السيرتيفايد ان هم عندهم كواليفيكيشن اعلى. طبعا انت لما بتشترك في كورس سيرتيفايد بتاخد فاوتشر ما يقابل حوالي 325 يورو، بمجرد ما تبص في الامتحان بتاخد فاوتشر مجموعها حوالي 325 يورو عشان تقدر تشتري بيها سوفت وير وخلافه. طبعا اسمك بيكون موجود على الويب سايت، بتنضم للمؤسسة الخاصة KNX، بتقدر ظاهر اكتر للناس او الكوميونتي اللي بيدور على حد سيرتيفايد او حد عنده كواليتي معينه عشان يشتغل في مجال KNX. طبعا مجلات الجورنال الخاص KNX ممكن ينزل فيه اسم شركتك واسم الناس المعتمده من خلاله وهكذا. بس دي كده كانت انترودكشن حوالين يعني ايه KNX وايه هو البروتوكول المستخدم ووضعه ايه في السوق، ونبذه بسيطه جدا عن KNX. طبعا هنبدا بقى ان شاء الله بعد البريك نشوف تفاصيل اكتر عن KNX، ونبدا باول شابتر معانا هو الارجيومنتس، ونشوف KNX ده اخباره ايه وندخل ان ديتيلز اكتر. اشوف بس الاول الشات بوكس وبعد كده في 5 دقايق وبعدين ناخد بريك لمده ربع ساعه. الاسئله واضح ان في اسئله كتير. هحاول ابدا باخر سؤال انا قراته معاكم. اخر سؤال السؤال بيقول هل كفاءتها اقل، اقصد الكومبو عن الموديولز المتخصصه؟ لا ما مش كفايتها اقل ولا حاجه، انا زي ما قلت لك ان انا كل على حسب حجم البروجكت بختار البرودكت المناسب. فانا قلت لو انا عندي حجم بروجكت صغير زي اوضه في فندق او ميتنج روم او شروم، فيفضل ان انت تجيب كومبو سويتش بحيث ان هو يبقى فيه مالت فانكشن، بحيث ان انت ما تجيبش اكتويترز بعدد كبير والتكلفه معاك تبقى اعلى. ده بالنسبه لي هيبقى كوست وايز افضل، والفانكشنز هي مفيش اي مشكله خالص. بالاضافه انا شفت حضرتك عامل فيديو عن الوايرنج، مش فاهم برضو يعني. طيب السؤال اللي بعده، هي السوفت وير بتاعه البرمجه مجانيه؟ لا للاسف مش مجانيه. في عندك الاي تي اس اللي بيبرمج KNX بيديك اول 5 ديفايس فور فري، يعني انت بالنسبه لك لو في البروجكت بتاعك لا يتجاوز 5 ديفايس هتقدر تكونكت ال5 ديفايس دول على السوفت وير وتبرمجهم عادي جدا. اعلى من 5 ديفايس ده بالنسبه لك هتحتاج لايسنس. اول لايسنس في KNX اسمها اي تي اس لايت، الاي تي اس لايت دي بتسمح لك لغايه 20 ديفايس، هي سعرها الطبيعي 20 200 يورو الاي تي اس لايت، بس لو انت اخذت كورس سيرتيفايد بيدي لك سعرها ب 60 يورو، فبتوفر من فلوسها 140 يورو تقريبا. ده اللي هو ال 20 ديفايس. طيب حجم المشروع اكبر من كده، في حاجه اسمها الاي تي اس بروفيشنال، الاي تي اس بروفيشنال ودي عدد مفتوح من الاجهزه، ودي تقريبا بتمثل حوالي ودي سعرها تقريبا حوالي 1000 يورو. ولو انت اخدت برضو كورس سيرتيفايد بيعمل لك فاوتشرز معينه ممكن تشتريه ب 675 يورو بدل ما تشتري ب 1000 يورو. طبعا السوفت وير ده هتشتريه في مرحله ان انت خلاص بقيت انا شغال بروجكت KNX ومعايا مشاريع تستحمل ان انا اشتري سوفت وير بالسعر الغالي ده، فعادي ايه المشكله، ما هيبقى جزء من البيزنس بتاعك. لكن انا كطالب لسه في الكليه وهشتري KNX لايسنس اعمل بيها ايه دلوقتي؟ مش محتاج، لا اتدرب على الفري دلوقتي لغايه اما تشتغل في الكارير ويبقى عندك بيزنس خاص في KNX، ساعتها اشتري اللايسنس ومش هتكون غاليه بالنسبه لك لان ده جزء من البيزنس. هل هنتكلم عن الموبايل ابلكيشن؟ الجزء بتاع الفيجواليزيشن ده ممكن نعمل فيه سيشن، انا مش حاطه من ضمن السكادول في الحقيقه، لكن لو احنا لقينا الناس محتاجاه ممكن نعمل سيشن ثانيه منفصله. احنا بصوا مع بعض ان شاء الله يعني في خلال الفتره اللي جايه دي، فلو حد محتاج اي حاجه بعد ما اخلص بس المحتوى اللي انا عامله نبدا ندخل فيه، ما عنديش اي مشكله خالص، نعمل ويبينار زي ده ونبدا نتكلم فيه على الحاجات اللي انتم محتاجينها. طيب الباينري انبوت اقدر استخدم
المشكلة ان انا التكست بيجي لي حتة انجليش وحتة عربي، فكله بيدخل في بعضه، فحاولوا دايما السؤال يا اما كله انجليش يا اما كله عربي علشان اقدر افهمه كويس. هو انا احاول افهمه تاني، بيقول باينري انبوت، بس انا اقدر استخدم تقريبا، هو يقصد لو احتجت حاجة من خارج الكي ان اكس اقدر استخدم باينري انبوت. اه، فكرة الانتجريشن او ان انا اجيب حاجة كونفنشنال او حاجة ميكانيكال من بره وادخلها على الكي ان اكس، اه بيتم من خلال حاجة اسمها باينري انبوت، ودي هنشوفها ان شاء الله قدام شوية مع بعض في الشرح ان شاء الله. في الكي ان اكس بستخدم ايه؟ بستخدم رينيوبل انرجي. بص، فكرة امداد الطاقة سواء كان جايبها من طاقة شمسية، جايبها من شبكة الكهرباء الرئيسية بتاعتي، او جايبها من جينريتور، جايبها من يو بي اس، دي مش قصتي في الكي نكس. انا بكنترول الديفايسز اللي شغالة بالكهرباء ايا كان واخدة السورس بتاعها منين، فمش هي دي قصتي يعني. السؤال اللي بعده، في المشاريع الصغيرة هل زي المشاريع الكبيرة سيفنج؟ سيفنج ايه بالظبط؟ يعني لو بتكلم على باور سيفنج، ففي المشاريع الصغيره لو انت بتتكلم على نطاق شقه او اوضه او شروم او اوضه، يعني الحاجات دي اه طبعا مش هيبقى فيها باور سيفنج قوي يعني، لا هتبقى محدوده. احنا هنا بنتكلم على المشاريع المتكرره اللي هو فندق مثلا وفي وليكن 200 300 اوضه وكلهم فيهم اشغال، وبيبقى الجست في وقت من الاوقات سايب الاوضه بتكييفها باضاءتها بكل حاجه وفتح البلكونه وخرج من بره وسايب كل حاجه شغاله، ده اه لا انا احط له سنسور على الباب بيجبره ان لو الباب مفتوح او خرج او السنسور مش شايف اوتوماتيك يفصل اضاءه وتكييف وخلافه، ده بيعمل باور سيفنج. المباني الاداريه، الممرات، في المكاتب، في المباني الاداريه وخلافه، الحاجات دي اه فيها باور سيفنج عالي. لكن هاجي في الحاجات السكنيه مش هتكلم قوي على الباور سيفنج قد ما هتكلم على فانكشنز ثانيه. هتكلم على فانكشن خاصه بالسيفتي، بالسكيورتي، بالكومفورت، باللكجري، هتكلم على يعني هنتكلم في فانكشنز ثانيه او فاليوز ثانيه بيبقى باصص لها عميل الريزيدنشال، بعيدا عن الحاجات الخاصه بالباور سيفنج اللي بيبقى باصص لها عميل الكوميرشال. هل في نوع معين من الكشافات اللي لازم استخدمها لو هشتغل كين اكس؟ لا، بص، اي انواع اضاءه عندك هنقدر نشغلها بالكين اكس، حتى لو شغاله بروتوكولات مختلفه زي دالي مثلا او دي ام اكس وخلافه، اه لا نقدر نشتغل في جيت ويز مختلفه ونقدر ندخلها مع الكين اكس ايا كان نوع الاضاءه، ديمينج، ار جي بي، اون اوف، هالوجين، فلوريسنت، ايا كان نوع الاضاءه ليها حلول ونقدر ندخلها معانا على كين اكس. السؤال اللي بعده، ممكن حضرتك تتكلم اكتر على حكايه ازاي اخش على كي نكس اسوسيشن واخد الكورس اللي حضرتك قلت عليه؟ حاضر، هقول لكم عليها مفيش مشكله. بص، ببساطه لو انت دخلت على الكي نكس اسوسيشن، ده لينك انا هبعته لك في الشات بوكس. اللينك ده بعد ما تدخل عليه هتلاقي هنا بيدي لك كل الكورسات اللي جايه الفتره اللي جايه في مختلف انحاء العالم، في كل دول العالم، تمام. انا الكورس بتاعي اللي انا بديه لكم ده هيبقى اونلاين، فهو متاح من خلال كينكس اسوسيشن. لو انا ضغطت على اونلاين اونلي بفلتر بس الداتا، او اختار ايجيبت بدل ايا كان، هختار بس اونلاين واختار البلد، او ممكن حتى بدل ما تختار البلد هو ظاهر اوتوماتيك عندك اهو كينكس زون، ده البريبراتوري بيزك كورس. بدخل هنا طبعا اكون عامل اكونت، عامل ريجستر، ساين ان، واعمل سبسكرايب. بس مجرد ما تعمل سبسكرايب هيجي لنا الداتا بتاعتك عندنا، وهيبقى انت كده انرولد جوه الكورس. وبعد كده احنا هنكونفيرم ان انت معانا ولا لا من خلال لو ميلك متسجل معانا في الداتا بيز اللي انت حاضر معانا بيها الكورس، وعملت باص في الكورس عندنا اللي هو الفري اللي على الويب سايت عندنا ولا لا. لو باص هنا اوتوماتيك هتباص هناك، مش باص هنا هيبقى فيلير هناك. هنشوف بقيه الاسئله. كنا واقفين فين؟ السؤال اللي بعده، انا كين اكس سيميليتور، انا شفت فيديو لحضرتك بتستخدمه على اليوتيوب، فهل ممكن حضرتك تبقى تعمل لنا فيديو نتعلم الوايرنج وكمان التليفون انترفيس او الموبايل ابلكيشن؟ اه مفيش مشكله، احنا كده كده في محاضره اصلا خاصه بالديفايسز والوايرنج والتوبولوجي، كل ده هنتكلم فيه ان شاء الله مع بعض، وهفتح لكم السيميليتور برضو ونشوف عليه. وبرضو حتى كمان مش سيميليتور بس، انا ممكن كمان الكيت دي موجوده ريال، يعني نقدر ان احنا نشتغل عليها برضو مع بعض ونتمرن عليها.
السؤال اللي بعده، معلش يا باشمهندس، هو اللي سجل في الفورم بتاع التقديم كان الليدر، اما باقي التيم ما سجلش، فهل ممكن نسجل دلوقتي على الفورم عشان ناخد الكورس؟ ماشي، مفيش مشكلة، سجلوا، مفيش مشكلة. كل يعني مش الليدر بس، لا كل التيم يسجل بحيث ان انتوا تبقوا موجودين معانا في الداتابيز. بس حاولوا تسجلوا النهارده كلكم علشان انا هقفل اللينك ان شاء الله بكره، بحيث ان انا ما يبقاش حد ما حضرش معانا يدخل، يعني هيبقى الكورس ده يعني هيبقى خاص بيكم انتوا بس. فكل اللي ما سجلش يسجل، اي حد في جروب وفي ناس ما سجلتش تسجل اللي لا حد اقصى، لان بكره الصبح ان شاء الله هقفل اللينك يعني. هل لو حد عاوز يدخل مجال التصنيع هيبقى متاح قدامه البورده الداخليه للموديولز وتركيباتها بحيث انه يقدر يصنع بورده من البدايه للنهايه ويبرمجها؟ وكمان ايه هي لغه البرمجه؟ لا انت كده بتتكلم على المانيوفاكتشرز يعني، لا دي اتجاه تاني وقصه تانيه. نعرف الاول البروتوكول ونفهم الاول ازاي بنعمل له كونفيجريشن وايه فكرته وبنبني التوبولوجي والوايرنج وخلافه، خلص المرحله دي وبعد كده خش على الهاردوير نفسه وادرس مايكرو كنترولر وابدا شوف البورده بتاعته وشوف تفاصيله وتعلم ازاي تصنعه. دي قصه تانيه مش بتاعتنا خالص يعني، مش بتاعت الناس اللي شغاله انستليشن، دي بتاعت المانيوفاكتشر. لو عندي مشروع شغال عليه ديستريبيوشن واحتمال اطبق عليه كي ان اكس في المستقبل، ايه الحاجات اللي المفروض اخدها في الاعتبار في شغل الديستريبيوشن؟ ده السؤال ده هيتجاوب عليه ان شاء الله في محاضره الوايرنج والتوبولوجي، ده هيكون المره الجايه او اللي بعديها ان شاء الله، هيبقى بالتفصيل الممل ازاي احول الديستريبيوشن التقليدي بتاعنا لكي ان اكس وايه الفرق ما بينهم وازاي بنكنترول ده ان شاء الله يعني. دي سيشن كامله تقريبا، مش هعرف اجاوبك في دقائق يعني. الوايرنج بتاع الكشافات مثلا بيروح لاين ونيوترال لشويه كشافات، فهل في علاقه بين كابل الداتا والباور لكابل الكابل التوزيع الكي ان اكس؟ مش فاهم السؤال بصراحه، بس انت احنا عايزين نفصل كابلات الباور عن كابلات الكي ان اكس. كابلات الباور هي المسؤوله عن تغذيه اللود اللي انت عايز تكنترول، اللي هو سواء كان مثلا اضاءه او ستاره او تكييف او غيره، ده بياخد الباور بتاعه عادي جدا من لوحه الباور، بس احنا بناخد اللود ده وندخله عندنا على لوحه الكنترول، وبيكون الموديول المسؤول عن الكنترول على اللايتنج او الاتش فاك او ايا كان الحاجه اللي هتعمل عليها كنترول، ده اللي بنوصله بكابل كي ان اكس كنترول. ففي جزء باور وفي جزء نعتبره كي ان اكس، ده منفصل عن ده. هنشوف الفرق ما بين، هنجمع ما بين الاثنين ازاي، دي زي ما قلنا برضو في محاضره الوايرنج. انتوا اسئلتكم سابقه شويه للاسف، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم كي ان اكس، فلسه بدري شويه على الحاجات دي، هنشوفها بالتفصيل الممل ان شاء الله. باذن الله مش هنخرج بره التريننج بتاعنا الا اذا كنا فاهمين كويس جدا كي ان اكس وعلى ارض صلبه نقدر نتحرك بيها في المجال. إذا كي نكس سيميليتور افيلبل فور اس فور فري؟ لا هو مش فور فري للاسف، هو بلايسنس، لكن هشرح لكم عليه عشان تبقوا فاميليار معاه. ده اللينك اللي انا بعته. بعد كده هو ازاي اتحكم في شده الاضاءه؟ الكشاف بيديني لاكس ثابت. في كشافات بتبقى ديمابل، الكشافات الديمابل هي دي اللي احنا بنقدر نتحكم فيها، ان احنا نعلي الاضاءه ونوطي الاضاءه وناخد منها لاكس مختلف. احيانا اخد عايز 30 لاكس، عايز 70 لاكس، عايز 200 لاكس، عايز 300 لاكس، دي بتعتمد على الكشاف نفسه اذا كان ديمابل ولا لا. فالديمابل هو ده اللي احنا بنقدر نتحكم فيه بالبرسنتج اللي احنا عايزينه. انكلوزد سيستمز، وين اي يوز a particular brand can I use KNX software instead of the brand software؟ لا ما ينفعش طبعا، انت طالما هتشتغل بكلوزد بروتوكول هتشتغل بالسوفت وير بتاعه مش بالاي تي اس، الاي تي اس بتاعك مش هيقدر يفتحه اصلا ولا يتعامل معاه. الفرق ما بين الكي ان اكس والبي ام اس؟ البي ام اس يمكن هو ريليتد اكتر، البيلدنج مانجمنت سيستم ده ريليتد اكتر بالحاجات الميكانيكال زي الفاير فايتنج، الاسانسير، الغلايات، يمكن رايح اكتر ناحيه الاتش فاك وخلافه، يمكن هو ده الجزء الميكانيكال في المبنى رايح ناحيه البي ام اس. الكي ان اكس الحاجات الباقيه، اضاءه، ستاير، مش عارف كنترول داخلي، فيجواليزيشن من خلال كبادات، مش عارف جزء سيفتي، جزء تايم سكادول، يعني بقيه الحاجات اللي هي بره الحاجات الميكانيكال دي بنخليها كي نكس. في تداخل ما بينهم؟ في تداخل، احيانا في حاجات من اللي بيعملها البي ام اس بنعملها بالكي نكس احيانا، واحيانا حاجات من اللي المفروض الكي نكس يعملها بيعملها البي ام اس، وفي تداخل ما بينهم. لكن دايما هتلاقي الناس في السوق بيودي الحاجات الميكانيكال ناحيه البي ام اس وبيودي بقيه الاجزاء الثانيه ناحيه الكي ان اكس، والاثنين بنعمل لهم انتجريشن في الاخر من خلال سوفت وير واحد وكنترول مبنى بالكامل بشقي سواء كان البي ام اس والكي ان اكس من خلال نفس السوفت وير. لم بدوس سبسكرايب بيكتب لي this course is not available.
بتتكلم على ايه؟ لو بتتكلم على الكي نكس اسوسيشن، لا هو افيلابل، انا في لسه جاي لي سبسكرايب من شويه، ممكن يكون انت يعني حاول تساين ان تاني وتعمل سبسكرايب من جديد. لو في واحد تاني بيقول نفس المشكله يبقى هراجع اللينك بقى، يعني في البريك هراجع اللينك تاني. على الكنترول هو ممكن اوصل لللود بدل ما اوصلها على السويتش، ممكن اوصل اللود على الكنترول. انا السؤال ملخبط شويه بس يعني هحاول افهمه. تقريبا انت كده بتسال على اللود يوصل، لا انا بص في مش بوصل اللود على السويتش الميكانيكال الطبيعي، لا انا بوصله على لوحه الكنترول دايركت على الاكتويتور، سواء كان ريلي او ديمر او شاتر وخلافه. وبعد كده وسيله الكنترول اللي هي الكباد اللي بتبقى على الجدران دي مش بتتوصل عليها اللود اصلا، دي بيبقى كابل كنترول. هنعرفها بالتفصيل الممل ان شاء الله في الوايرنج والتوبولوجي. كده تقريبا جاوبت على كل استفساراتكم. خلينا دلوقتي الساعه 9:10، هناخد بريك بس 10 دقائق بالظبط، يعني اشرب نسكافيه بس كده وافوق معاكم 10 دقائق، ونرجع ان شاء الله 9:30 بالظبط، ندخل بقى على اهم حاجه عندنا النهارده وهو الجزء الاساسي او بدايه كورس الكي ان اكس الفعلي، هو سيستم الارجيومنت. سيستم الارجيومنت جزء شابتر، سوري شابتر الارجيومنتس. الشابتر ده بعد ما اشرحه هيكون فيه اسئله هسالها لكم كلكم، وبناء عليه هنبدا نعمل رانكينج للناس اللي حاضره معانا. الاسرع واحد جاوب واكتر واحد خد سكور هو ده اللي هيبقى بالنسبه لنا هنفلتره ويدخل معانا ويبقى مرشح في المرات اللي جايه لان هو ياخد الكورس فور فري ويبقى من التوب 20 رانكينج، او ان هو يبقى ياخد الفيرست بليس وياخد الكورس فور فري. فخلينا ناخد بريك دلوقتي الساعه 9:10 ونرجع ان شاء الله 9:30. انا هسيب كل حاجه مفتوحه، مش هقفل اي حاجه، انا مجرد هقفل الكاميرا والمايك بس، ونفضل زي ما احنا ونرجع تاني 9:30 بالظبط ان شاء الله.